السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام دكتور. أوضح الصوت من امبارح. تمام دكتور أوضح. طيب ممتاز. طب زي ما وعدتكم امبارح بسبب انقطاع الكهرباء وتقطع المحاضرة، بدي أعمل ريفيو للمادة اللي أخذناها في شابتر 2 وننتقل لشابتر 3 من البداية كمرة، وعلى أساسها بنمشي إن شاء الله رب العالمين، وبنعمل شوية اكزامبلز كمان في آخر شابتر 2 زي مراجعة وبنكمل. احنا بدينا في شابتر 2 في المحاضرة الماضية من عند ريكرنس ريليشن، كنا في عندي أربعة ريكرنس ريليشن، هن هذولا الريكرنس بيجي فيهم، قبلهم كنا أخذنا اللي هو الايتريتيف النون ريكرنس ريليشن اللي هم بيعتمدوا على اللوبس إذا كان انر أو اوتر، وقلنا إذا كان الفانكشن تي للان ماينس واحد وعملنا له بروف بلس كونستانت بيطلع لينير، تي للان ماينس واحد زائد سي ان بيطلع لوغاريتميك، وحلينا زياده 2 تي للان ماينس واحد اللي هو بيطلع اكسبوننشال واللي هو التايم تاع التاور اوف هانوي اللي اخذناها في اخر محاضره امبارح، وبعدين رحنا على الديفايد للداتا اللي بيعمل ديفايد للداتا على 2 بعديها على 4 بعديها على 8، حلينا تي للان على 2 زائد كونستانت، 2 تي للان على 2 زائد كونستانت، وحلينا 2 تي للان على 2 زائد ان. بدينا من هون قلنا انه اول قلنا في اول ايتريشن معطيني جيفن، معطيني هذا السؤال جيفن. دكتور نعم إيه، ارجع شوي على السلايد اللي قبلها. مش سامع. ايش على السلايد اللي قبلها؟ نعم اخر واحد يوم اثبتناها لازم الاثبات يطلع انلوج الان صح؟ شو طلعت؟ احنا يوم اثبتناها طلعت ان تربيع. هسه بنظبطها، هسه بنعود نثبتها كم مره ونشوف شو بتطلع، يا هاي بنصلح هاي يا بنصلح الثانيه. طيب في عندنا اللينير اللي هو العادي ببدا ب 2 تي للان اول واحده، في النكست ستيب بزيد عندي كونستانت بصير عندي ناقص 2، في الثيرد ستيب بصير 3، فبصير الجنرال الجوريثم تي للان او كي في سي بلس تي للان ماينس كي، اللي هي المعادله، هاي المعادلة اللي بشتغل عليها. في السلايد الثاني قلنا في الورست كيس أسوأ حال ممكن تمر فيها الالجوريثم في الريكرنس، اللي لما تكون كي تساوي ان، يعني انا خلصت كل الداتا، مشيت على كل الداتا الموجودة عندي، كل الانبوت داتا، فبتكون هاي زيرو فبتطلع لينير، يعني هاي الالجوريثم في الورست كيس شو بتطلع لينير. طب في الافريج كيس تعتمد على مكان الاليمنت، يعني لما اقول سي في 10 زائد تي للان ناقص 10 معناته في الافريج كيس، احنا اللي بهمنا انه الورست كيس تبعها لينير، يعني الافريج والبيست بده يكونوا قبل اذا في بيست. بعديها اخذنا الثانيه اللي هي زائد لينير، وبرضه عملنا عليها الريكيرجن ستيب باي ستيب، شفنا انه بعد ما نمشي في الريكيرجن الالجوريثم تبدا تزيد 1 باي 1 ان ان ماينس 1 ان ماينس 2 لا اخر شيء اللي هو تي للان ماينس 3، فشفنا في ريليشن ما بين الفاليو اللي هون وما بين الفاليو اللي هون، فلما شفنا هاي الريليشن اعطناهم الفاليو كي، فطلع عندي ان ماينس كي ماينس واحد هنا كي، لانه هاي اربعه وهي ثلاث، فهنا كي ماينس واحد. اوكي؟ طيب. فلما جينا طلعنا على هاي الفاليوز ورجعنا على الكتاب على اخر الشابتر شفنا الرول تبع الصميشن اللي بدنا نجمعها، طلع اللي هو للاي، وبعدين حكيت لكم عن الاي تربيع، مش مشكله بديش احكي عنها هسه. تي للان ماينس واحد، فهي الايكويشن، هسه الايكويشن هاي في الورست كيس تبعها بدي اشوف شو بتصير. في الورست كيس تبع هاي الالجوريثم طلع عندي اللي هو الافرج كيس هي العادي اللي هو خلال اي اليمنت، احنا بهمنا الورست كيس، في الورست كيس لما كي تساوي ان هاي طلعت زيرو راحت او تطلع كونستانت، فبطلع عندي السميشن فبتطلع ابروكسيميتلي تساوي ان سكوير، هاي الريليشن الثانيه. وحلينا اللي هو يا جماعه 2 تي للان ماينس 1 زائد 1 اللي هي طلعت 2 تو ذا باور ان الجنرال، طبعا ابروكسيميتلي ماشي، اللي هي تاعت التاور اوف هانوي. هسه بعدين انتقلنا للديفايد، الديفايد جينا حلينا فيها هاي، حلينا واحده قبلها وبعدين حلينا هاي، اول شيء حلينا تي للان على 2 زائد كونستانت طلعت لوغاريتم، بعدين حلينا هاي اللي زائد 2 كونستانت 3 كونستانت 4 كونستانت 7 كونستانت ان جنرال، فبيطلع 2 قوه كي تي للان على 2 قوه كي زائد 2 قوه كي ناقص 1 زائد سي، اللي هاي الريليشن. قلنا في لما يكون ديفايد بنعوض محل الكي يساوي لوغاريتم 2 قوه لوغاريتم في تي للان على 2 قوه لوغاريتم زائد 2 قوه لوغاريتم ناقص 1 في سي، وبيظهر عندي في السلايد اللي بعده.
فهي الالجوريثم لما اعوض محل كي لوغاريتم اللي هي اعلى قيمه بيطلع عندي في الورست كيس التايم تبعها 2 في ان ماينس 1 زائد سي اللي بتطلع لينير. واللي قبلها قلنا اللي هي بنشيل اثنين هاي طلعت لوغاريتم، معنى طلع عنده لوغاريتم لينير. هسه الخلاف اللي سالت عنه الصبيه هسه قبل شوي اللي هو التالي، اطلع من هاي واروح على الوورد نشوف اثباته كم مره ونشوف كيف بيشتغل هاي الالجوريثم اللي هو تي للان كابيتال. طبعا طبعا هسه بعطيكم استيميشن كمان، امبارح ما اعطيتكم استيميشن على هاي النوع، هسه بعطيكم استيميشن فانكشن على هاي النوع. طيب تي للان تساوي اللي هي اثنين نرجع بس للسلايد ثواني ناخذ الريليشن زي ما هي 100% اللي هي 2 تي للان على 2 زائد ان 2 تي للان ديفايد 2 بلس كونستانت في ان، خلاص احنا بنحطها ان او زائد بلس عفوا بلس ان او كونستانت في ان. تمام هسه اول ايتريشن في هاي شو بدها تكون؟ يلا ويساوي، خليكم معي ماشي نمشي مع بعض. اول ايتريشن في هاي شو بدها تكون؟ بدها تكون 2 في 2، طبعا شو بدي اطلع الجواب؟ بدنا نحط على طول 4. معي انتم؟ معك دكتور. تي للان على 4 اللي 2 قوه 2 طبعا زائد صح. هون انا بدخلش الاربعه، بدخلش 2 على الفاليو اوف ان، ليش؟ لانه فيش فيها تي، بس بدخل الفاليو 1 في تي لانه تي للان الفانكشن مش للان، تي للان. فهي بتصير بلس سي للان وسي للان 2 سي للان. هي النقطه صحيح معك حق، 2 سي للان ماشي. ناخذ الخطوه اللي بعديها، يلا اعطونا الخطوه اللي بعديها وتساوي يلا 4 في كمان في ايش بصير 8 صح. يلا مين معي؟ 8 تي الان على 8 على 8 زائد 3 ان. برافو عليك. ليش؟ لانه ما دخلناش الان، امبارح الغلط دخلناها. بس ديروا بالكم لو كانت هاي، هسه بعطيكم سؤال استيميشن، لو كانت هاي 2 تي للان على 2 زائد تي للان بدخلها، بس هاي لانه فيش عليها تي ما بدخل عليها الفاليو زائد 3 ان. منين اجت 3 ان؟ احكي لي يلا شوف اللي هي سي للان الاولى وان الثانيه وان الثالث، ثلاث خطوات ثلاث ستيبس. طيب بنقول هيك ويساوي، طيب حولوا لي الثمانيه لاثنين قوه، يلا اثنين قوه ايش؟ 3 2 to the power 3 تي ان على 2 قوة 3 عفوا بس زائد ثواني 2 قوة 3 ضرب بدون ضرب خلص واضحة تي للان ديفايدد برضه ناخذ 2 قوة 3 من هون بلاش نضل نكتب فيها لانه باخذ وقت. بنسكر القوس هذا زائد عوضوا لي شو بدها تصير 3 عفوا زائد كي دوت ان. احنا امبارح شو عملنا هون؟ زدنا على الان فصارت عندي 7 كي، ذاكرين امبارح؟ صارت عندي 7 كي، فهذا هو التصليح النهائي لها. فبتصير عندي طبعا هذيك بتزبط 100% لما يكون عندي تي في الحد الثاني. طيب شو بنعوض محل كي يا اخوان؟ بدها تصير 2 قوه كي في تي للان ناخذها زي ما هي اوتوماتيك ونحط محل الثلاث ايش يا جماعه؟ كي زائد طبعا هي ثلاثة متاسف مش ثلاثة وهسه بنحط كي، هسه بنحط كي بلس كي دوت ان. هسه الخطوه اللي بعديها ليت او يوز، هيك دائما في السؤال هذا يوز كي ايكوال ايش؟ لوج الان. شو بصير عندي؟ ويساوي يلا نقلوني هسه ويساوي 2 قوه لوج الان. شو بتطلع 2 قوه لوج الان يا جماعه حسب ما تعلمنا امبارح؟ ان. تمام زائد او دوت عفوا نفس هاي اللي فوق ناخذها زي ما هي بس نحط محل الكي لوج الان. انا قاعد بحل بالتفصيل لانه السؤال كان فيه شويه لوبس. كي للان لوج الان زائد عفوا زائد
لوج الان في ان اللي هي ان لوج الان. ان دوت لوج الان. تمام ممتاز. طيب يلا اعطوني انتم هسه شو الجواب ويساوي شو بتطلع اثنين قوه لوغاريتم الان ان ضرب تي للان على ان واحد في نص السؤال واحد ولا صفر هات نشوف دي يعني كونستانت دي كونستانت فين تفرقش معنا كونستانت او هاي ضرب واحد خلينا نقول بلس ان لوج الان. طيب قربوا لي هذا الفانكشن شو بصير ويساوي قربوا لي اياه خذوا لي الاعلى حدا وعلى حدا وعلى الان ولا الان لوج الان ان لوج الان لوج الان شفت يا ليث صلحناه امبارح احنا مشينا امبارح فيه بسرعه بسبب انقطاع الكهرباء فامبارح طلع لنا ان تربيع ليش لانه دخلنا هون الان مش لازم ندخلها فطلع عندي ان لوج الان فهذا هو الجواب الصحيح 100% هي بدي اعلمه واعطيه فاليو اعلى وهذا المعتمد اللي هي هون بدي اكتب لكم this is the correct answer for this currency relation لهذا النوع من currency relation ماشي لكن بعطيكم انا مثال هسه وانتم تقولوا لي شو بيطلع معكم لو جيت قلت لكم بدنا نعمل استيميشن تذكرين لما عملنا استيميشن على كم من فانكشن حلينا سؤالين في موضوع الان طب لو جيت قلت لك بدي اعمل استيميشن على اثنين قوة ان اللي راح تكون اصعب شوي عليكم لكن بدنا نساعد مع بعض بدنا اساعدكم وفهمكم اياها ونحلها ناخذ اول اكزامبل بياخذ معنا وقت فبدي اياكم تكونوا حاضرين عشان تحلوا مع بعض طبعا هذا امبارح ما اعطيناكم شيء اياه امبارح ما كانش المحاضره مناسبه بسبب انقطاع الكهرباء اليوم انا وصلت اللابتوب مع اليو بي اس ووصلت الكهرباء مع الوايرلس اللي بتقطعش عنها يعني بضلها كونكتد طيب لو قال لي اكزامبل هاي بدي احط هنا بينهم انه اكزامبل جديد هاي اكزامبل ليت او سبوست وي هاف ذس ريليشن او ريكرنس خلينا نوضحها 100% ريكرنس ريليشن شو ريكرنس ريليشن اللي عندي بتقول كالتالي بتقول تي للان هسه بتشوفوا كيف التاثير بيظهر لما تكون تي ظاهره في الجهتين تي للان ايكوال 2 تي للان على 2 بلس 3 بلس 3 ركزوا مش بلس كونستانت بلس 3 مو كونستانت في النهايه شو معطيني بس في الريليشن قايل لي تي هو قايل لي تي للواحد تساوي واحد وقايل لي في السؤال هنت طبعا لازم احطها دائما هاي هنت مساعده سولف يوزنج ان equal to طبعا صرتوا بتعرفوها بس لازم نحطها 2 to the power k وشو بقول لك بعديها في نص السؤال هيك كنت اجيبه دائما في الامتحانات and use k equal log الان انتوا طلع حتى لو ما حطيتهاش انا في الاسئله الاساينمنت انت بتعرف اذا ديفايد لازم استخدم k واستخدم ايش log الان تمام يا جماعه طيب شو اول خطوه كنت اعملها لما يكون الفانكشن عندي بالطريقه هاي اول خطوه يا جماعه كنت اطلع تي للاثنين تي للثلاث وتي للاربعه وتي للخمسه وتي للسته وتي صح ولا لا طيب خلينا نطلع احنا وياكم مع بعضنا تي للاثنين احنا تي للواحد معطاه في السؤال تي للاثنين تساوي وبرضه بدنا نطلع مع بعض تي للثلاث وكمان شو بدنا نطلع نطلع كم الرقم بدنا نشوف البيهيفيرال فانكشن احنا قديش بتقدر تعرف انه البيهيفير خلص صار جاهز بتقدر توقف يعني مش شرط تطلع لي 100 رقم تي للأربعة باخذ الوقت وخلينا نطلع برضه تي للخمسة تي للخمسة طيب اول خطوه لازم تعرفوها يا جماعه انه هون مدام ديفايد وبستخدم اثنين قوه كن هاي منين جاي هاي منين جاي بقول هون تساوي اللي هي تي يلا عشان افهمكم اياها
للاثنين منين بتيجي الواحد؟ اثنين قوة ايش؟ اثنين قوة ايش الواحد بتيجي؟ صفر. يا سلام عليكم، معناته بقية نفس الاشي. خلينا نحط كل واحد شو تسوي جنبها هسه بنغيرهم. طيب منين جاي الاثنين؟ اثنين قوة واحد، معناته نقول بزيد الباور ولا الفاليو؟ منين جاية؟ طبعا فيش ثلاث هون، هون بدها تصير تي للأربعة لأنه جاي من اثنين قوة اثنين، هيك الباور اللي بتزيد، وهون بدها تصير تي للثمانية اللي بزيد الباور طبعا 100%، اللي جاي من اثنين قوة ثلاث الترتيب في الباور، وتي تي للستاعش اللي هي جاية من اثنين قوة أربعة. خلص بكفي بكفي، هسا نقدر نعمل behavioral function. طيب ويساوي، طبعا نحل واحد والبقية الأجوبة بعطيكم ياهم لأنه نحله. نحل الأول نشوف كيف بنحل. يلا طب قولي الأول على الإكويشن اللي عندي ونطلع الفاليو. يلا اللي هي شو تساوي؟ تي اثنين ضرب، عفوا اثنين ضرب، يلا تي للواحد صح؟ لاثنين على اثنين صح؟ إن شو تساوي هون؟ اثنين صح؟ زائد ثلاث ليش بتطلع قيمتها؟ أحل لكم إياها كاملة مش مشكلة. اثنين ضرب تي للاثنين على اثنين زائد ثلاث شو بطلع؟ تي للاثنين على اثنين اللي تي للواحد معطاه في السؤال ولا مش معطاه؟ بطلع خمسة لأنها واحد. اثنين ضرب واحد زائد ثلاث بطلعت لي خمسة ويساوي خمسة 100%. طب بالمناسبة برضو عشان يعني نكون أدق نحل الثاني برضو والبقية بنحطه جواب مباشرة. أي رياضيات، شغلة رياضيات. طبعا الثالث أربعة بيعتمد على اللي قبله اللي هي شو تساوي؟ تي ل اثنين أربعة على اثنين على اثنين للاثنين، تي للأربعة للاثنين، برافو عليك، زائد ثلاث ويساوي اثنين في اثنين عشرة. اثنين في اثنين أربعة زائد ثلاثة سبعة. اثنين اثنين في خمسة خليكم معي. صحيح ويتشو، خلينا نحلها كامل اللي هي اثنين ثلاثة صحيح. خمسة زائد ثلاثة تي للخمسة، بدي أحلها كامل مش مشكلة، بس عشان هاي بس عشان أول مرة. إلى اثنين تي للخمسة اثنين الى اثنين دكتور، مش الخمسة الى اثنين اللي هي خمسة. اي سو خمسة صحيح، مية احسنتم. زائد ثلاث ثلاث ويساوي 13 صح؟ تمام. طيب البعدين يجب معطيكم جواب مباشرة بنفس الطريقة، جواب مباشرة زي ما نطلعه اللي هي عند الثمانية بطلع 29 29 تأكدوا لي بالله، وعند الستاعش بطلع 61. طيب مين الطالب الشاطر اللي بده يطلع على هذول الفاليوز اللي هاي وهاي وهاي وهذه وهاي ويشوف يحاول يتوقع بيهيفير؟ طبعا انا بقول لكم مش سهل، انا بقول لكم مش سهل انك انت تتوقع بيهيفير، بس هذا القدامي سهل. هسه بشكل عام مش سهل تتوقع بيهيفير لاي الجوريثم، لكن هذا القدامي سهل. يلا مثلا شو الاشياء اللي بتخليني الارقام هاي يعني بتشبه ايش هاي الارقام؟ الاوليه الاعداد الاوليه لا لا، يعني شو الرقم اللي بخليني اطلع هاي الاجوبه؟ كيف يعني شو الرقم اللي بخليني اطلع هاي الاجوبه؟ يعني الفانكشن، عفوا الفانكشن اللي بخليني يطلع هاي الاجوبه. أيوة أيوة. فانكشن تمام. شو رايكم؟ طبعا انا طبعا دائما لما نجيب سؤال بكون مباشر لانه هذول الاسئله مش سهله، وبتوقعش فيكم حدا بسهوله يقدر يطلعهم. بدنا نقول ليت تي للان، لازم اعطيكم هنت يعني في السؤال، انا تي للان تساوي، انا بدي افترض 4 في ان ناقص 3. بالله نشوف، نجرب 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 اول واحد اللي هو المعطى في السؤال. 4 في 1 4 ناقص 3 ناقص 3 1 صح، هي جاهزه. طيب 4 في 2 8 ناقص 3 5 صحيح. طيب 4 في 3 4 في 4 4 16 ناقص 3 13 صح. طيب 4 في 8 32 ناقص 3 32 ناقص 13. طيب 4 في 16 64 64 ناقص 3 61 61. هذا الفانكشن معناته مبدئيا هذا الفانكشن ماله اتس اوكي. هسه كيف انا بعرف انه اوكي؟ لازم 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 اعوضه وين زي ما اتفقنا المحاضره الماضيه؟ اعوضه في اي فانكشن؟ اعوضه في الفانكشن الاصلي الاصلي اعوضه في الفانكشن الاصلي. خليني هون اكبر الخط
ونحاول مع بعض نعوضه في الفانكشن الاصلي. طيب واحط هنا اشاره الضرب. ها طيب كيف بدي اعوضه في الفانكشن الاصلي؟ هسه انا عندي تي للان على 2 شو تساوي؟ تساوي الفانكشن عندي شو هو؟ 2 الفانكشن الاصلي اللي هو 2 في تي للان على 2 زائد 3 صح؟ صح؟ طيب شو اسوي؟ وين اعوض الأربعة ان ناقص 3؟ وين اعوضها؟ مكان التي مكان التي. صح برافو عليك مكان التي، وهي هي لوقعنا فيها المره الماضيه اللي هي تبعت اللوغاريتم. أربعة يلا بصير 2 نفتح قوس ضرب يلا 2 في 4 يلا 4 ضرب ان ناقص 3. اسالكم سؤال وتجاوبون عليه بشطاره. الان هون ان ولا ان على 2؟ يعني انا قاعد بحل في ان ولا ان على 2؟ ان ليش ان؟ ما هو ان اصلا ان على 2، يعني اصلا انا كل الشغل على 2، كيف بدي اعوض ان؟ فشو لازم احط هون؟ ان على 2 4 4 في 2. اوكي اوكي 4 في ان على 2. اسكر القوس هذا الكبير ناقص 3 زائد. دكتور خلينا نعيد التعويض كمان مره. يلا ماشي اوكي. هسا انا قاعد بطلع في مين؟ بطلع في تي للان على 2 صح؟ ليش؟ لانه كل شغلي كان ان على 2، فانا افترضت هون انا لازم احل اساعدكم فيها هون ان على 2 ها عشان تكون واضحه الصوره بالنسبه لكم. ان على 2 شو بدي افترض؟ انه ان على 2 شو تساوي؟ تساوي هاي افترضتها. هسا مبدئيا اتس اوكي. ليش؟ لانه زبطت على اول رقم وعلى ارقام طلعتهم. هسا بدي اعوضها في الفانكشن الاصلي. الفانكشن الاصلي شو كان؟ هي جبته انا لو هذا ماشي هذا تمام. طيب ببدأ 2 هي 2 حطيتها محل تي للان على 2 شو بدي اعوض؟ 4 في ان على 2 طبعا مش هي زائد 3 اللي هو الفانكشن الاصلي ناقص ناقص 3 ناقص 3 اللي هي شايفينها هي بدي اعلمها بلون ثاني عشان بس يكون الشرح بالتفصيل. يعني هي 3 ناقص 3 زائد 3 والبرة هاي بجيب اللون الاخضر اللي هو زائد 3 اللون الاحمر عفوا متاسف لو زائد 3 عشان بدي احطهم هسه بالالوان عشان يبين لكم منين اجت كل وحده. هاي اللي هي اللون الاحمر القديم وهي اللي هي اللي علمتها مين باللون هذا من نص السؤال تمام. طيب فكوا هذا السؤال ويساوي فكوا يلا شوف 8 يلا يا جماعه مالكم 8 في ان في 2 ايوه في 8 8 في ان على 2 زائد ليه انا على 2 واحنا ضربناها ب 2 خلاص تمام تمام لكم خلينا نكمل خلينا نكمل ناقص 6 مين حكى ناقص 6 صحيح 100% ناقص 6 زائد 3 وبرضو اعلم لكم الالوان هون عشان ما حدش يخربط. الاحمر 3 هاي اصلا احمر هاي منين اجت اللي هي من 2 في 3 2 في 3 ماشي وهي 8 2 في 4 والاثنين والثمانية واثنين على طيب شو بصير هون ويساوي الثمانية بتروح مع اثنين شو بصير عندي؟ أربعة أن صح؟ ناقص ثلاث ثمانية راحت مع اثنين أربعة أن ناقص ثلاث وزائد ثلاث ناقص ثلاث عفوا ناقص ست وزائد ثلاث ويساوي زائد ناقص ثلاث فمعناته طلع عندي الفانكشن تمام بهي الطريقة. طيب على نفس النمط على نفس النمط وبدي هسه أعطيكم وقت ما بدي كل شيء أحله أنا لأني كنت أنا بدي أعطيكم كمان سؤال بجوز يكون اسهل اسهل وبجوز يكون اصعب وبديش اتدخل في شغلكم بس على نفس النمط هذا. بس بحط لكم السؤال هون او اقول لكم احط لكم السؤال تحتيه عشان تمشوا على نفس الحل. هي بدي احط لكم هنا ايكوال اكزامبل ثاني ماشي. الاكزامبل الثاني بقول كالتالي ليت تي للان نفس الكلمات اللي بنستخدمها فوق نستخدمها هون تساوي عفوا 2 تي للان تقسيم 2 على 2 اللي هي ديفايد زائد ان شو ما اعطيك في السؤال انا بس ما اعطيك شغله واحده قليل لك تي للواحد ايكوال زيرو ونفس الجمله اللي استخدمناها هون بدي احط لكم اياها كمان مره سولف يوزن كذا كذا هاي فاصله هاي ماشي. طيب شو بدك تساوي؟ نفس الخطوه بدك تطلع تي للاثنين طبعا تي للاثنين مين هي؟
طبعا هي عشان ابسط لكم شو تصير هاي تي لايش تي للواحد شو هي عباره عن ايش اثنين جايه اثنين قوه ايش للاثنين قوه صفر تمام اثنين قوه صفر هاي قوه هسا بدك تطلع انت بدي احط لكم اياهم عشان اساعدكم بدك تطلع انت هذول كلهم بس نغير الفانكشن وبعدين نحاول ندور على فانكشن عفوا زد نحاول ندور على فانكشن قريب نحط هذول هيك لا مش كلهم طبعا بدي اخذهم احاول بس اصغر شوي هون حجم الشاشه عشان تظهر عندكم الكتابات كلها اوكي واحاول اضغطهم ب بهيك باراجراف زيرو وسنجل تمام عشان نبين لكم كيف الامور بتيجي طيب هاي السؤال الثاني عندي بدك تطلع لي هاد وتطلع لي هاد وتطلع لي هاد وتطلع لي هاد يلا شوف حلو وحدا فيكم بعد ما يحلو طلع ارقام يقول لي دكتور شو رايك في الفانكشن الفلاني بزبط ولا بزبط يلا شوف مش سهل بس بدي اشوف قديش قدراتكم يلا شوف ابداوا مش سهل طالب عادي بدرس في الالجوريثم يقدر يتوقع هذا الفانكشن بس انا بدي اشوف الارقام شو بتطلع عندكم صحيحه اول شيء ولا لا بعدين نحاول مع بعض نفكر في فانكشن له وهسه بدي اعطيكم كمان فانكشن برضو اجى في احد الامتحانات عشان تحلوا انتوا لانه مش صعب شو طلع عندكم الرقم الاول عشان اشوف ماشيين صح ولا لا اثنين صحيح ثاني 10 لا 10 لا 8 صحيح واحد بيسألني بيقول لي دكتور طيب انت بتعطينا استيميشن طب انا كيف عندي القدرات انا كطالب كيف يعني بدي اشوف البيهيفير لارقام واقعد اتوقع الفانكشن اللي من هاي القريب يا جماعه مو احنا اعطيناكم اربع كاتيجوريز بيجي فيهم الريكرنس يعني مستحيل الفانكشن يبعد عنهم عن الكاتيجوريز هذول فانا بدي احاول اتوقع الفانكشن طبعا واحد بيقول لي طب دكتور في الامتحان اذا بدي احاول اتوقع يعني لو فرضنا في امتحان ورقي وبدي اقدمه في الكليه وبدي اتوقع الفانكشن وانت جبت لنا فانكشن صعب بضيع كل امتحان وانا مش قادر اتوقع الفانكشن برضه حكك صحيح عشان هيك التوقع بده وقت فعشان هيك احنا لما نجيب سؤال بنخليه سؤال مباشر يعني يكون واضح للكل زي مثلا ان ناقص 3 ان 2 ان 5 ان يعني شيء رقم معروف عند الطلاب فانكشن معروف عند الطلاب او عند الشخص لما يفكر عشان يقدر يطلعه لكن عمليه الاستيميشن للفانكشنز المعقده لا انا ولا انت بنقدر عليها بسهوله انا بحكي عن استيميشن مش بحكي قاعد عن حل الريليشن لا عن استيميشن طبعا شو قلتوا لي هون بيطلع الفانكشن 2 هون 8 اللي بعديه شو طلع معكم صح مين طلع مع 24 24 64 صحيح طيب ماشي شو البيهيفيرال فانكشن هذا شو البيهيفيرال فانكشن هذا طبعا انا بقول لكم وكمان مره بعود اعيد كمان مره مش سهل طالب يتوقع البيهيفيرال فانكشن هذا طيب اذا الطالب بده يربط الفانكشن مع الريليشن الموجود عندي قدام الاثنين والاربعه والثمانيه وال16 بقدرش بقول لك والله هي صعبه طب نحاول نربطها مع الباور يعني اثنين قوه واحد شو علاقه الاثنين في اثنين قوه واحد اللي هي كي يعني مع الباور هاي اللي هي كي مع هاي مع كي يعني جيت قلت اثنين في ايش بطلع الاثنين اثنين في ايش بطلع الاثنين طيب اثنين في ايش بطلع الثمانيه طيب ثلاثه في ايش بطلع ال24
طب اعطيكم انا اقول لكم وتقولوا لي اوكي ولا لا. لو جيت قلت لك ضرب جوه التي اللي هي 1 2 2 2 في 4 8 3 في 8 24 و 4 في 16 64. شو قلتي؟ ك ضرب 2 ك ضرب هو ضرب اللي جوات التي اللي هي الان، يعني ك ضرب ان. طب جربي على الانبوت ك ضرب ان مش 2 ك صح، ما هي ك ضرب ان، ما هي 2 قوه ك. شو هي 2 قوه ك؟ شو هي ان؟ هات نجرب. تمام هات نجرب نشوف، نجرب على الاسئله اللي معطيني اياها، هو على السؤال اللي معطيني اياه. صفر في 2 قوه صفر. صفر صح صح مزبط عليهم كلهم. طيب نجرب في الثاني. واحد طبعا الكي يعني الباور، واحد في 2 قوه 1 2 طيب 2 في 2 قوه 2 8 صحيح. 3 في 2 قوه 3 يعني 3 في 8 24 صحيح. بيطلع 2 قوه. طيب في حدا عنده صوت يا جماعه يحاول يغلق لو سمحت؟ طيب مش مشكله. لو جينا هون بدنا نعوض، شو بنعوض محل كي يا جماعه؟ احنا دائما شو بنعوض محل كي في اي الاسئله؟ الارقام 1 2 3 4 0. لا لا لما نجي نعوض لوج الان. اوكي بصير عندي الفانكشن ان 2 خليكم معي. بتطلع ان لوج الان. لوج الان ضرب ان، احكوا لنا بالتفصيل مش مشكله، ما هي هي البدايه دائما هيك. 2 قوه ك اللي هي ان لوج الان اللي هي ان. معك حق بس بدنا نحجزها بالتفصيل مش مشكله. تمام احسنت. ويساوي ان لوج الان، هاي الفانكشن عندي. يلا بدي اشوف انو بدي اعمل له بروف ان لوج الان، يعمل له بروف جوات الفانكشن الاصلي. لو شو الفانكشن الاصلي اللي هو هذا، يلا شوف كيف بدك تعمل له بروف جوات هذا الفانكشن. هاي عفوا يلا شو بده يساوي؟ يلا اثنين يلا ما هي ان لوج الان. اثنين ان على اثنين لوج الان على اثنين. يا جماعه في حدا من الطلاب لو سمحتوا لينا او يزن الفتح عنده الصوت يحاول. لا انا ما عندي صوت. لا لا انا بحكي بشكل عام، اللي انا بطلع على الفتح عندهم الميكروفون، ما بحكي مين يعني، مش عارف مين انا. تمام بس في حدا بيطلع عنده صوت بصراحه يحاول عشان انه ما ياثرش على الطلاب الثانيين. طيب اثنين ضرب ان على اثنين ان لا ان لوج الان على كلها على مين؟ كلها على اثنين. نحلها بالتفصيل مش مشكله. هاي كلها على اثنين، بعدين بنفكها. ماشي ماشي يا جماعه. زائد ايش؟ طب ما هو التنين بيروح مع التنين. طيب اللي برا زائد ايش؟ يلا قولوا لي زائد ان اعوض محل. طب ليش معوض محل؟ ليش معوض محل الان اللي هي مشتي يا سلام عليكم، هي اللي بدي اياها. اتصلوا له. ممتاز. ويساوي يلا هات نفك هاي. شو بدها تصير هاي؟ اثنين ان عفوا اثنين ان على اثنين، او اثنين ان لوج الان عفوا بدنا نفكها كامل تعرفوا؟ لازم كامل. لازم كامل. طيب اثنين ان على ان، بدنا نوزع الان اللي هي في الوين عفوا اللي هي على اثنين. على اثنين بس احطها الديفايد ضرب لوج الان على اثنين، وبدي احطها بين قوسين عشان الطالب يعرف شو يعني هذا الحكي، ومضروبه باثنين. لوج الان على اثنين هيك بدي احطها هيك، هاي هيك قصدي فيها. ها شايفينها؟ لوج الان على اثنين اوكي. كلها هاي طبعا عشان اميزها عن بعض بدي احط هاي في هيك، بدي احط هاي في هيك. وين مضروبه في اثنين؟ اني لوج الان. لا انت فصلتهم خلص، حطيتها مع الان زائد ان. ماشي هسه بنشوف اذا مضروبه في اثنين، بجوز ما دخلناش اثنين. هاي شو بيطلع منها يا جماعه؟ هاي ان. ويساوي ان عفوا ان. طيب لوغاريتم الان على اثنين كيف بفكها زي ما علمتكم في الريليشن؟ بدي ارجع اخر الكتاب. لوغاريتم الان ناقص لوغاريتم اثنين ناقص ناقص لوغاريتم الان ناقص لوغاريتم اثنين ناقص لوغاريتم الاثنين الاساس اثنين اللي قلت تطلع قيمتها واحد. واحد احسنتم، ناقص واحد خلص. حسب مظبطها زائد
ان. فبتطلع عندي ان لوج الان ناقص واحد زائد ان. وزع الان عليهم دكتور. ناقص ان لوج اثنين. برافو عليك. ان لوج اثنين. فهاي بتصير ايش قيمتها؟ واحد بتروح. فبصير يساوي ان لوج الان ناقص ان زائد ان ناقص ان ناقص ان زائد ان يعني ان الان ناقص ان زائد ان ان يعني صفر. بروح مع بعض وشو بصير عندي؟ ويساوي ان لوج الان. ان لوج الان. طيب اعطيكم احد اسئله الامتحانات، طبعا مش على الديفايد، على اللي قبله اللي هو الريليشن العاديه، عشان برضو تكون خلاص اخر سؤال بعطيكم اياه عشان تكونوا جاهزين. نفس النص بس الفانكشن كالتالي، احد اسئله الامتحانات بس رايحين تقدروا تحلوه. ليش؟ وتتوقعوا الفانكشن لانه رايحين تشوفوا قديش سهل. اشوفكم الفانكشن كالتالي، بقول تي للان ايكوال، طبعا مش ديفايد، ركزوا، تساوي 3 تي للان، انا جبته خصوصا عشان بدي ادخل الان على الجهتين، تي للان ناقص 1 ناقص 2 تي للان ناقص 2. لازم اعطيني ايش البدايه؟ البدايه معطيني اياها، معطيني شغلتين، قايل لي تي للواحد ايكوال 1 انتر، تي خذها كوبي، وتي للصفر ايكوال 0. يلا حلوا لي اياه، هذا استيميشن. رايحين تشوفوا قديش سهل عليكم انه تحلوا سؤال زي هيك. شو اول خطوه بسوي؟ بطلع كم من فانكشن، بعدها بحاول اتوقع الفانكشن اللي حلها هي مشكله، بعدين بعوضه في المعادله الاصليه. يلا شوف، خمس دقائق. يلا حلو، معكم خمس دقائق، حلو كامل على ورقه عشان نسالكم. طبعا امبارح هذول الاسئله الاستيميشن كنت لازم احلهم، بس امبارح ما حليناهم، منيح اللي فطنا لهم عشان برضه نركز المعلومات عندكم. شو مين حله؟ شو طلع معكم؟ تي للاثنين وتي للثلاث تي اربعة، تي اثنين اربعة، تي اثنين اربعة. مين بأكد هذا الحكي؟ تي اثنين ثلاث. خسارة ثلاث ثلاث. ليش؟ ثلاث ثلاثة زائد ثلاثة في تي للصفر صفر ناقص ثلاث في تي الواحد. ليش الناقص واحد؟ شو تساوي؟ مو ضرب، كانت اثنين. ثلاث الى الواحد واحد ناقص صفر واحد بيطلع ثلاث.
دكتور أنا حاطة 3 زائد تي ال أن ناقص 1، حليت كلياته بس حاطة زائد هاي؟ لا الأبل 3 والتي بين الثلاثة والتي الأن لا بتضبطش راح يطلع معك فانكشن. خسر. طيب. خليني أنا أسألكم وأنتوا تجاوبوني. هاي تي للصفر عندي وتي للواحد عندي، بدي منكم تي للاثنين وتي للثلاث بكفي، تي للأربعة وتي للخمسة بكفي. تي للأربعة الفانكشن بطلع تي أول شيء أعطوني دقيقة، أول شيء أعطوني تي للاثنين. اثنين قوي ناقص واحد. تي للاثنين شو؟ ثلاث جوابها. ثلاث. تي للثلاث. واحد. سبعة. سبعة. سبعة طبعاً أكيد. سبعة خمسة عشر. 31. طيب على هذا الأساس. بقدر الطالب. طيب بقدر الطالب يتوقع تي للستة. 63. صحيح. طيب نفرض فانكشن احنا وياكم يلا. طبعا الفانكشن هذا البيهيفير له اللي هو 2 قوة هيك بدنا نقول 2 قوة ام ماينس 1 تحت. طيب ليت خلينا نشوف ليت تي للان. شفتوا كيف الفانكشن بيجي سهل؟ يعني البيهيفير تبعه معروف للطالب كيف الانكريز تبعه اللي هي تي للان تساوي 2 قوة ان ماينس 1. طيب هذا الحكي بده اثبات، يلا نثبته على الجيفن. هذول جيفن من السؤال. يلا شوف 2 قوة 1 ناقص 1 1 1 2 قوة 0 ناقص 1 0 معناته صح، ضبط على الاول ماشي. بده بروف، وهون البروف بدخلك في ايش؟ قولوا لي يلا، بدخلك في معادلة الرياضيات تبعت الباور. يلا شوف 3 ضرب، يلا وين الشطار؟ يلا شوف 3 ضرب تي قوة 2 2 قوة افتح القوس واحد افتح القوس قوة ايش؟ يلا شوف هاي قوس ان ناقص واحد ناقص واحد ان ناقص واحد تحت، لازم انزل احط تحت ايش؟ ناقص واحد ناقص ثلاث. ليش ناقص ثلاث؟ وزعناها. لا بديش اوزعها، بدي احل عاده ولا شيء. لا لا بديش اوزع، ها بديش اوزع بعدين بوزع. شو لازم يجي هون تحت؟ ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد. سكر القوس يلا. ناقص ناقص اثنين اثنين قوه ان ناقص اثنين اثنين قوه ان ناقص اثنين ناقص اثنين ناقص اثنين تمام. وبنسكر مين؟ قوس سكر هذا. بس في اثنين كمان عنده هذا القوس صح؟ وزعتها اثنين خارجي، لا بديش اوزعها. لا ناقص واحد بدل ناقص اثنين 100%. طيب تمام، هاي صار عندي الفانكشن. يلا هسه نوزع. يلا ثلاثة طبعا بدخل نفس الكوبي، بدخل الكوبي ووزع على السريع عشان الوقت. نشيل القوس ثلاثة تي للان ناقص واحد ناقص ثلاث ناقص يلا اثنين ضرب اثنين قوة ناقص اثنين ناقص اثنين. طبعا هسه بدي افك الباور ولا يلا فك الباور عشان بس اذكركم في الرياضيات. كيف افك الباور هاي؟ كيف افك هاي؟ يصير ستة ثلاثة يصير ثلاثة على اثنين ثلاثة ضرب اثنين قوة ان. اول شيء اثنين قوة ان ناخذها كوبيليشن بغلب حالنا. اثنين قوة ان نشيلها تقسيم اثنين قوة واحد اثنين قوة ان ضرب ولا على اثنين قوة واحد على اثنين قوة واحد تقسيم اثنين على اثنين قوة على اثنين على اثنين على اثنين قوة واحد على اثنين خلاص اثنين قوة واحد. يلا نحط اثنين قوة واحد عشان الطلاب يعرفوا برضه. يلا كم ماينس ثلاث مسح الماينس ثلاث ماينس ثلاث. طبعا مين ماينس ثلاث لمين؟
خلينا نطلع جواب الاول، بديش احل الجواب الثاني، نطلع جواب الاول تحتي اللي شو بتصير هاي جوابها. ثلاثة على اثنين لي ثلاثة واحد صح، واحد ونص، واحد ونص بلاش احط واحد ونص يا ليث، حط ثلاثة على اثنين. ثلاثة على اثنين ضرب اثنين قوين، اثنين قوين اوكي. شو بعديها؟ ماينس ثلاث، ماينس ثلاث. والحد الثاني يلا الحد الثاني جوابه جاهز، يلا ناقص، ناقص اثنين قوين على اثنين. الاثنين مع اثنين بتروح، اه لا اثنين على اربعة بضل عندي نص صح؟ اه اثنين قوين على اثنين نص، نص ضرب اثنين قوين، اثنين قوين. طيب ماينس اثنين ناقص ايش؟ زائد اثنين. ليش زائد؟ انه السالب اثنين بتفوت عليهم مفروض. نعم مية في المية زائد اثنين. شو بدي اسوي في المعادلة هاي؟ واحد ونص اثنين قوين ناقص نص ضل عندي مين؟ اثنين قوين. طلع اثنين قوين راح منها نص، وراح منها نص ضل اثنين قوين. طيب بعديها ناقص ثلاث وزاد اثنين شو ضل عندي؟ ماينس ون، ماينس ون. معناته الجواب صحيح مية في المية، جواب صحيح مية في المية. هسا في طلاب بحبوش الرياضيات، بقول لك دكتور يعني تقعد تعطيني فينا الرياضيات ومادة الالجوريثم، بس يا جماعة عشان تكون انت بتفهم في الالجوريثم وبتقدر تطلع الثيوريتيكال تايم اللي هو مبدأ عملنا في هاي المادة، لازم تفهم الماثماتيك سواء ايتريتيف سميشن ولا الريكرنس. لكن في المستقبل اذا انت رحت اشتغلت في الريسيرش في الماجستير والدكتوراه وطلب منك المشرف عليك قال لك لا انا بديش الثيوريتيكال تايم بدي الامبيريكال تايم، سهله جدا. الكومبايلر بدك تنفذ عليه، بتروح بتحط قبل الكود بتعرف فانكشن تايم، وبعد الكود بتعرف فانكشن، بتدخل الانبوت بتشتغل الكود، بعدين بقول لك التايم اللي طلع مثلا 20 سكند 20 نانو سكند 20 ملي سكند حسب كيف بقيس الجهاز تبعك. يعني انت عندك قدره انك تطلع التو فانكشنز اللي عندي. هيك يا جماعه احنا غطينا برضه الريكرنس. صعب هذا سؤال في الامتحان؟ كسؤال صعب ولا سهل؟ وين انتم؟ لا مش صعب دكتور. طيب ممتاز. طيب من ضمن كمان الاشياء اللي بدي يعني اناقشها معكم بعض الاسئله القديمه في الامتحانات، بعض الاسئله القديمه في الامتحانات. يعني مثلا من الاسئله القديمه كود موجود محطوط من ضمن نص السؤال، وجنب الكود مثلا طلع لي الاكزاكت تايم، طلع لي الابروكسيميت تايم. طبعا هاي بالنسبه لكم صارت سهله جدا لانه باللوبس على طول بطلع الاكزاكت تايم والابروكسيميت تايم. طيب اسالكم عده اسئله عامه عن الماده اشوف قديش قدرتكم. اذا كان عندي الفانكشن اكتبوا عندكم، اذا كان عندي الفانكشن 2 ان تكعيب والانبوت تضاعف اربع مرات قديش بصير التايم؟ يعني الانبوت تضاعف مش مرتين، اربع مرات، مش دبل صار، اربع مرات قد بصير التايم؟ تضاعف 64 مره 100%. كلام سليم 100%. طيب من الاسئله هذول كل الاسئله امتحانات سابقه. طيب مثلا طلع جاب لهم سؤال قال لهم true or false in analyzing a process of any algorithm we usually choose approximate solution if the input in go to infinity true or false. إذا الانبوت go to infinity دائما بختار approximate solution. إذا بترجعوا للفيديوهات حليتها، أنا حكيتها في الفيديوهات. شو رأيكم؟ أنا قايل السؤال كالتالي، في عملية الانالايزنج للالجوريثمز عادة بختار approximate solution لما يكون n go to infinity، n كبير يعني. طبعا true، طبعا true يا جماعة، لأنه احنا أصلا ليش اخترنا approximate solution شرحناه؟ لأنه قلنا أنت بعتنا go to infinity، وارجعوا للفيديو بتلاقي أنه حكيت هذا التفصيل. طيب
هذول حلناهم ممتاز. كمان نشوف اذا في اسئله ثانيه. هسه بنحل لكم على شابتر 3 كمان اسئله ان شاء الله. هذا برضو حلنا لكم اياه هسه. هذا البروف عملناه اوكي. جايب لهم سؤال انا قايل لهم 4 قوة N فاصلة N زائد 2 قوة N فاصلة N لوغاريتم ال N فاصلة N تربيع فاصلة N تكعيب فاصلة كونستانت فاصلة لوغاريتم ال N فاصلة. يعني جايب لهم 20 فانكشن وقايل لهم رتبهم حسب الاوردر اوف جروث. شو رايكم؟ هذا السؤال صعب ولا سهل؟ كيف ترتيب الاوردر اوف جروث؟ يلا شوف. اول شيء كونستانت بعدين لوغاريتمك بعدين لوغاريتم لوغ ال N بعدين ان ان بعدين ان ان لوج ان بعديها انتربيع كيو اللي بولونوميا بتسموها انتم او بنسميها بولونوميا عاده انتربيع او انت كعيب وبعديهم بعد هذول مده بيجي عندي اللي هو شو بسميهم ان ذكروا الكلمه مليح ان بي دائما عدتها 100 مره ان بي هارد هارد بروبلم. ليش؟ لانه هذول الفانكشنز اللي هم التاليات اللي هم اي فانكشن اكسبوننشال عفوا بس اي فانكشن اكسبوننشال زائد او عفوا فاصله اللي هو ان فاكتوريال فانكشن. طيب هذول كيف انا عرفت انه هذول ان بي هارد بروبلم؟ تتذكروا لما ظهر عندي تيبل الاوردر اوف جروث ورحت على الكالكوليتر انا وحاولت اطلع الاكسبوننشال فانكشن بس لرقم طلع عندي رقم غير مقروء؟ متذكرينها؟ طيب فانت بترتب الفانكشنز حسب اللي هو الترتيب اللي عندك. طبعا احد الاسئله اللي جايب لهم اياها اللي هو 2 ان زائد ناقص 1 قوه ان، هذا حليت لكم اياه في السلايد اللي هو بيج او ولا بيج اوميجا ولا بيج ثيتا وحلتوه انتم برضه. ممتاز. يعني لحد الان انا ليش بحاول اجيب اسئله قديمه؟ عشان اضمن اني انا وصلت المعلومه صح، لانه التعليم الالكتروني في الالجوريثم بده انتباه مني شديد، يعني بده انا اركز اكثر كثير من انه تدريس في القاعه. ليش؟ لانه الالجوريثم ماده مهمه لهندسه الحاسوب، فانا حابب انه اركز عليها كثير. عشان هيك رايحين تلاحظوا انه الاساينمنت بدها شويه وقت وبدها شويه تعب. وانا بنصح كل طالب وبنصحه، لانه اذا اكتشفته راح يضيع، بنصحه انه يحل الاساينمنت لحاله. بجيب 35 من 40 في الاساينمنت ولا اجيب صفر، بجيب 30 ولا اجيب صفر، تمام. هذا الاوردر اوف جروث للفانكشنز. طبعا الاساينمنت انا قاعد بجهز فيها اليوم الصبح، اشتغلت عليها شويه وبدي ان شاء الله اشتغل عليها اضبطها لكل الشباتر، وبعدين انت بصير تحل اول باول. وزي ما نصحتكم امبارح كم مره برجع بعيد النصيحه، ما تبدا تخلي الاساينمنت لاخر يوم. يعني مثلا انا راح اقول لكم انه الاساينمنت ستارت ان ساتردي. شو السبت الجاي بكون التاريخ؟ السبت الجاي يا جماعه الخير 12 الشهر 12 9 2020 اند اون او ات عفوا ات بتخلص فيه. خلينا نقول 12 ل 12 24 9 نقول مخلصين الماده 20 4 عفوا 2020 ماشي. هسه الاساينمنت هي لما اعطيك اياها يوم السبت الجاي بنكون احنا شابتر 1، اي اسئله على شابتر 1 زائد اي اسئله على شابتر 2 زائد عفوا اي اسئله على شابتر 3 هذول كلهم بكونوا الطالب ذا ستودنت كان سولف ات. يعني الطالب حل نص الاساينمنت. هسه الطالب لما يحل هذول على ورق ويحطهم على جنب، بعديها احنا نكون بادين في ايش؟ في شابتر 4. الاسئله على شابتر 4 بعدين بصيروا سولفت، بضيفوا مع هذلاك وهلم جره. بس اذا الطالب بده يعتمد على انه يخلي الاساينمنت لاخر يوم مش راح يقدر، لانه الاساينمنت طويله عليها 40 علامه، يعني علامات مش قليله. متفق انا وياكم على الاقل انتم الموجودين والطالب راح يسمع لهذا التسجيل انك انت تبدا اول باول، اتفقنا يا جماعه؟ تمام دكتور. يعني انا بدي اياكم وبنصحكم تبداوا اول باول، لانه مش راح يزبط معكم بدون ما تبداوا اول باول. يعني لو كل يوم انت حليت شابتر بكون عندك 3 شباتر جاهزه، بتنضغطش، يعني اخر الفصل ما بتنضغط، فعمل اساينمنت وبكون عندك امتحان واساينمنت للماده الثانيه، وبجوز يكون عندك لاب ومشاكل كثير، ماشي؟ طيب.
بعد ما خلصنا تفضل تقدر تعطينا اكزامبل عن القاعده الثانيه اكثر من الاكزامبل اللي اعطيتني اياه عن التربيعيه اللي هي تي ان ناقص 1 زائد سي ان تي ان ناقص 1 زائد ان قصدك مش زائد تي ان يعني انا قصدك الثانيه اللي هي هاي هاي اكزامبل اكثر اللي بتطلع كوادراتيك ايوه يعني شوف اكزامبل يعني قصدك نثبته ما احنا ثبتناه هذا إيه لا اكزامبل على نمطه يعني مثلا ضربنا إيه باثنين مش زائد سي ان هون لو هاي ضربناها باثنين كيف تنحل يلا هسه طيب بنروح على الوورد مش مشكله امبارح حلنا حلو كم مره وانا ناخذ مثال ثاني اكزامبل لت تي للان ايكوال اثنين تي للان ناقص واحد احنا اخذنا امبارح زائد ايش يا جماعه زائد ايش اخذنا امبارح ذكروني زائد كونستانت صحيح ولا لا طيب بدنا نحل هذا هذا اصعب شوي يلا شوف شو الخطوة اللي بعد هذا؟ شو الخطوة اللي بعد هذا؟ يلا شوف. يلا يا ليث انت امبارح حليته. اللي بتصير اثنين ضرب اثنين اثنين ضرب اثنين يعني اربعة خلينا بس بدي احطهم انا بالتفصيل. تي للان ناقص اثنين زائد يلا شوف زائد 2 سي ان زائد سي ان زائد 2 دوت سي سي دوت ام زائد سي دوت ان ان ماينس 1 يا ليث ان ماينس 1 شفت زائد مش راح يفرق على فكره في الجواب مش راح يفرق بس يعني عشان الدقه بس مش راح يفرق في الجواب النهائي سي دوت ان ماينس 1 سي فان ماينس 1 طيب كل الطلاب منين اجت ان ماينس 1 يا جماعه عندي هون ان وعندي هون ان ماينس 1 لما تصير هان ان ماينس 2 شو بدها تصير هاي ماينس 1 هاي القديمه ها هاي القديمه ها نعلمهن بلون وهاي الجديد طيب الخطوه اللي بعديها يلا شوف خلي مين السؤال اللي اعطاني السؤال مين طلب السؤال دنيا انا يلا دنيا اعطيني الخطوة اللي بعديها ناخذ المعادلة اللي قبل كلها بنضربها باثنين ليه بتصير ثمانية دكتور الاثنين هاي مش الاثنين مش لازم تروح مع الجهة الثانية ليه اثنين في سي ليه تبعت الان ماينس 1 لان هي الجديدة هسا انت هون عندك سي ان والمرة وصار عندك كمان سي ان شو صارت؟ اثنين سي ان طبعا مش راح ياثر يعني انا هسه بدي احطهم كونستنت هذول هسه بقول لكم ليش مش راح ياثر يلا شوف هسه ان ماينص ايش؟ 3 وهاي بناخذها زي ما هي عفوا هاي بناخذها زي ما هي وبنضيف عليها زائد طبعا بدي اشيل اثنين خلص دخليها كونستنت بدي اتعامل مع كونستنت احسن ان ماينص 2 دكتور لو كانت اثنين موجودة بتصير ثمانية أني اثنين اللي حذفتها هسه عندي سي مش راح يأثر يا الدنيا ليش؟ لأنه هذا الفانكشن بطبيعته اكسبوننشال فاكسبوننشال زائد لينير راح يعطيني اكسبوننشال مش راح يأثر هذه الجهة على الإطلاق هاي الجهة راح تكون تأثيرها صفر على الأوتبوت هسه بنشوف كيف هسه بنشوف خلينا نكمل وبعدين نسأل طيب الثمانية منين جاي؟ اثنين قوة ايش؟ ثلاث تمام تي للان ناقص ثلاث زائد كل هذا اللي ظل بدي اختصره في التالي زائد سميشن لانه هذا سميشن زي المعادله اللي عملناها قبل كله بيطلع سميشن سميشن خلينا نحط لكم انسيرت سميشن من هون انسيرت بس ان شاء الله القيها بسرعه السميشن موجوده هاي فوق فوق سميشن
لا ان او لا اي او لا ان خلص لان ما هي نفس المبدا. طيب هسه يا جماعه هون ما فيش عندي اعوض لوغاريتم لانه مش ديفايد، هون بدي اعوض ان، فبدها تصير 2 يلا ليث 2 قوه ان ان ضرب تي للزيرو. احسنت، ضرب تي للان ناقص ان اللي بتطلع تي للزيرو. بدي احطها ان ماينس ان عشان الطلاب برضو يفهموها منيح 100%. زائد هذا بديش اصيبه، صميش الا الان اللي بتطلع ان تربيع. ماشي. طيب هاي في نص السؤال بدها تكون كونستانت، فبيطلع عندي الفانكشن النهائي ويساوي 2 تو ذا باور ان هاي بتروح زائد فكوا هذا بيطلع عن تربيع. ماشي. طب قربي لي هذا الفانكشن شو بيطلع؟ انو الاعلى باور، انو بياثر اكثر؟ الاكسبوننت. فبيطلع 2 تو ذا باور ان. جاهز. طبعا عشان اكون دقيق هذا مش لازم يساوي، لازم ايش هون احط اللي علمتكم اياها المحاضره الماضيه اللي هي ايش؟ ابروكسيميت ايكوال 2 قوه. هيا بدي اكبرها بس عشان الدقه يعني وتكون الامور واضحه. هاي ابروكسيميت يساوي 2 قوه لانه انا بطلع دائما على الباور. ما احنا كيف طب ليش؟ طب انا بدي اجيب لكم سؤال في الامتحان واقول لكم ليش دائما بقرب بعمل ابروكسيميت؟ ليش؟ لانه انت بعتنا شو مالها جوست تو انفينيتي 100%. دائما احنا بنقرب لانه نقول از جوست تو انفينيتي، بس لو كان ان هون 1 ل 10 بقدرش اعمل هذا الحكي. غلط، ما بقدر اعمل من 1 ل 10، بس لما ان جو تو انفينيتي يعني اني كبير جدا بقدر اقرب، لانه تاثير هاي في الاوتبوت بعد فتره بطل يصير له تاثير بالمره. وهذا عملناه اكزامبل في التيبل في المحاضرات الماضيه لما قارنا بين الان تكعيب وبين الاثنين قوه ان، شفنا انه عند العشرة بطلت تفرق. دكتور طبعا هنا الان تربيع بالورست كيس صح؟ زائد ان تربيع؟ ما طبعا طبعا طبعا. طيب هيك يا جماعه شابتر 2 جاهز 100% زي المحاضره وزياده للطلاب اللي حضروا معي دائما. شو احنا اخذنا في شابتر 2؟ كل الاساسيات، اكزاكت، ابروكسيميت سوليوشن، ايتريتيف، كيف اطلع من الكود اناليسز، كيف اعمل اناليسز للريكرنس ريليشن، كيف اعمل بروف لاي ريكرنس ريليشن عندي اذا طلب مني بروف. تعرفنا على الامبيريكال تايم في اخره. هسه بدنا نروح على شابتر 3 نبدا نطبق هذا العلم اللي اخذناه. تتذكروا امبارح لما انا فتحت شابتر 3 حكيت جمله قبل ما ابدا شابتر 3، قلت اسمه البروت فورس صح؟ وقلت لكم البروت فورس لها معنى في العلم. سالتكم شو معناته البروت فورس ما جاوبتونيش، قلت لكم لها معنى في العلم. شو معناته البروت فورس؟ تذكروا لما قلت لكم انتم في الماده مع الاستاذ رأفت سي بلس بلس لما كنتوا تاخذوا كان الدكتور يقول لك حل السؤال، شو كان همك الوحيد؟ حل المشكله او تحل السؤال. حل المشكله. كنت تتطلع انك تعمل اوبتمايزيشن؟ لا طبعا لا، ما كنتش تتطلع انك تعمل اوبتمايزيشن، معناته كنت انت بس بدك ايش؟ تحل السؤال. هذا هو اسمه البروت فورس. طبعا التشابتر مكون من جزئين، جزء اسمه البروت فورس بدنا ناخذ عليه الجوريثمز اوكي، وجزء اسمه الاكسوستيف سيرش الجوريثمز. ماشي. ف خليني بس اعلمها هاي. لا شيك شيك قصدت انا. طيب هاي البروت فورس الاكسوستيف سيرش، طبعا لما نصل الاكسوستيف سيرش بشرح لكم اياه، بس احنا خلينا في البروت فورس. البروت فورس اسهل انواع التكنيك اللي يستخدم في عمليات البرمجه وفي عمليات بناء الالجوريثم. ليش؟ لانه انت همك الوحيد شو هو؟ طلعوا الجمله شو مكتوب هون الكلمه هاي؟ جاست دو ات، يعني همك انه يطلع كوركت اوتبوت. يعني انت ما بتعرف هون، انت الطالب الموجود عندي لحد الان في الالجوريثم من الداتا ستراكشر ومن السي بيعرف لحد الان جاست سولف ذا بروبلم، بس انه يحل بروبلم وتطلع، لكن هو ما بتطلع على افضل سوليوشن. طبعا انا بدي اشرح لك البروت فورس واساسياتها وكيف تطلع التايم وكل التفاصيل، واروح اشرح لك التكنيكس الاهم اللي هو كيف تستخدم الديفايد اند كونكير اللي هو شابتر 4 اللي هو البارل بروسنج،
كيف تستخدم الديكريز اند كونكير لو شابتر 5، كيف تستخدم الترانسفورم اند كونكير لو شابتر 6. شابتر 6 كلهم هذول عشان انت تصير شو تسوي، تخفف من التايم تبع البروت فورس. طبعا بيجي طالب بيسالني بقول له دكتور يعني دائما انا بقدر اروح على الديفايد اند كونكير شابتر 4 واخفف من التايم؟ لا، مرات انت بتعمل الديفايد اند كونكير وبيطلع التايم نفس البروت فورس، شو معناته؟ الالجوريثم بقدرش اقلل التايم. بس في مرات كثير ورايحين تشوفوا انه انا اذا استخدمت الديفايد اند كونكير تكنيك بصير افضل من البروت فورس، فبصير الطالب في اخر الفصل يقارن الالجوريثم. مثلا الالجوريثم اوف سيرش، بصير الطالب يقول الالجوريثم اوف سيرش اذا حليتها على البروت فورس بتاخذ لوغاريتم الان، عفوا بتاخذ ان، اذا حليتها على الديفايد اند كونكير بتاخذ لوغاريتم الان، اذا حليتها على الديكريز اند كونكير بتاخذ لوغاريتم الان لاساس 3، اذا حليتها على ترانسفورم اند كونكير بتاخذ كونستانت. فالطالب بصير بيعرف عنده اكثر من تكنيك عشان يحل بروبلم، يعني بقدر عنده القدره يعمل ديزاين لحل بروبلم بالتكنيكس مختلفه، وهي هي ميزه ماده الالجوريثم اللي انا دائما بفكر فيها وبحاول اوصل الفكره لطلابي دائما، انه انت رايح تصير تقلل التكلفه من ناحيه برمجه. طيب ممتاز. It's a simplest of design strategy. It is a straight. طبعا خلينا بس نرجع لشغل هون عشان اعرج عليها صحيح يعني وتكون ماشيين بدقه. هاي الجرافز تبعات البيج او بيج اوميجا. امبارح برضو في شابتر 2 حلينا الاكزامبل تبع تاور اوف هانوي، شفنا التايم تبعه شو بيطلع، كنا اصلا حلينه الريكيرسيف ريليشن، الريكرنس ريليشن، الماتريكس مالتيبليكيشن، يونيك اليمنت برضو حليناها. وبعديها يا جماعه الخير رحنا على الريكيرسيف، هي الريكيرسيف من ضمن الريكيرسيف حلينا التاور اوف هانوي شرحناه برضو. بدنا نروح انا وياكم هسه ان شاء الله رب العالمين على شابتر 3 اللي هو البروت فورس الجوريثم. طبعا ميزه الكتاب اذا بتلاحظوا في اسئله على كل سكشن، يعني مش في اخر الشابتر زي الكتب الثانيه، في اسئله على كل سكشن عشان انت تقدر تفهم السكشن. في نقطه بس بدي اعرج عليها بس للمعلومات، اسالكم سؤال، انا اسالكم سؤال، انا بدي افتح لكم هالمجال، انتم شو رايكم؟ اشوف لكم ملف داتا، خليني اجيب على الفلاشه. اللي بدي احكيه هسه مهم جدا، مهم جدا جدا، مهم جدا لكم للمستقبل يعني تستفيدوا منه. بدي ملف داتا، اي ملف داتا مش مشكله، شو هو ابحاث علميه بجوز هون في ملف داتا، كونفرنس بيبر، برضه فيش داتا هون، بدي ملف فيه داتا بس بيبر، برضه فيش داتا. ايه شو الملف داتا على الفلاش غريب. طيب اللهم صل على سيدنا محمد، رسائل ماستر بجوز هون. طيب ممتاز، هاي داتا. أو إذا في ملف ثاني، ماشي. طلعوا يا جماعة مش هي داتا بدنا ندخلها على الألجوريثم. هسا كطالب أنت لما تطلع في الأرقام هذول شو الفائدة اللي بتجنيها؟ يعني طالب، خلي الطالب يطلع في الأرقام هذول 10 سنين، شو بقدر يعني يطلع منهم جواب؟ يعني يقدر يستفيد منهم؟ بقدر يستفيد شيء؟ ولا شيء. ولا شيء. طب لو أجى الطالب قال هيك وعمل شيء اسمه فيجواليزيشن اللي هو السكشن اللي شفناه في اخر شابتر 2، فيجواليزيشن يعني قال لك انسيرت وقال له ارسم لي اياها على شكل هيك، او بلاش لا بديش اخذ 2 كولومز بدي اخذ 1، وقال له انسيرت، شو يعني شو استفاد الطالب من هاي الجراف؟ يلا شوف شو استفدت من هاي الجراف. صار في عندنا فهم انه متزايد من مثلا 1 ل 1401. احسنتي 100%. مثلا لو جينا اخذنا ملف داتا ثاني، انا بدي احاول اجيب لكم ملف داتا، حتى لو بدي افتح الايميل مش مشكله، احاول اجيب لكم ملف داتا حقيقي يعني مفيد جدا يكون. اللهم صل على سيدنا محمد. ملف داتا طبي، بدي اجيب لكم ملف داتا طبي عشان تشوفوا كيف احنا بنتعامل مع الداتا، مساقات فصول سابقه، سمر 2019، هيلث داتا، هيلث داتا، هيلث جريدز، اي اي،
health data homeworks assignment no done اشوف no سمر 2019 على الاغلب هون بلاقيها بلا مثلا خليكم معي ممتاز هاي يا جماعه داتا حقيقيه داتا حقيقيه لا امراض القلب بدي اصغر لكم اياها بس على الاكسل شو بقول لك بقول لك هون مثلا انت تيجي بتقول بدي اطلع الداتا هاي انا طالب كمبيوتر ساينس طبعا هذا 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 مهم جدا اللي قاعد بحكي للمستقبل الايج طلع معطيني الايج تبع مين تبع المرضى طلع شو الارقام اللي عندكم هي موجوده لو ضليت اطلع فيهم 100 سنه بستفيد شيء هون بقول لك عدد الناس المرضى وعلى العمر هذا هنا بقول لك هل عنده ألم في الصدر ولا فيش عنده هنا بقول لك شو نوع الألم اللي عنده في الصدر هنا بقول لك قديش الضغط تبعه ماشي طيب لو جيت أنا طلعت وقلت طيب أنا بدي أشوف شو فئات الإيجز الأعمار باجي بقول طب هيك أنا مش مستفيد ولا شيء لكن إذا عملت هيك وعملت له فيجواليزيشن وقلت له هيك مثلا أوكي طبعا لأنه كثار الفئة طبعا مش راح تظهر هيك خلينا أعملها برسمة ثانية يعني بجراف ثانية بار يعني عادي هيك اوكي هون اعطاني كل الفئات العمرية الموجودة عندي يعني قديش عمره 16 كم من واحد بس لو جيت اطلعت على عدد البيرسون لانه عدد البارامترز فيه اقل وقلت كم واحد بدي اشوف كم واحد قديش عمره فبقول له درو مثلا برضو نفس الشيء لانه داتا كبيرة طبعا بظهر عندكم هيك لانه داتا كبيرة بس لازم اخذت منها جزء انا خلينا نشوف لنا إشي بتغير شيء كتير شوف هاي الضغط ضغط الدم برضو نفس الإشي تغير هون مثلا لو قال لي بدي ترسم لي هاي اللي هي أنواع الألم اللي بمر في المرضى تبعين اللي عندهم مشكلة في الصدر برضو برسومش لأنه تيكست لازم أحوله لكاركتر طبعاً هم حوله لكاركتر هون لي هاي دكتور أبعت لك داتا تشوف أبعت لك إياها على الإيميل إذا بدك هاي عندي داتا إيش عندك عندي إحصائية في الجامعة لعدد الكاسات الكرتون المستخدمة في المطاعم لعدد كاسات الكرتون المستخدمة في المطاعم الكرتون والبلاستيك قد إيه عددهم قد إيه بيستخدموا باليوم بالشهر وهيك صحيح نعملها مش مشكلة ما أنا راح أعطيكم داتا كثير على الموضوع بس لأنها مو كثير كبيرة فهتطلع واضحة شو قصدته أنا من فكرة الداتا إنه أنت لما تفتح الداتا هيك وتخليها زي ما هي as text أنت ما بتستفيد إشي لكن أنت لما تحول الداتا لفيجواليزيشن بتقدر تستفيد منها كثير تقدر تستفيد منها كثير يعني تقدر تعرف قديش الفئات العمرية بتقدر تعرف قديش المشكلة أورجيكم أنا شغلة أجت ببالي هسا مثلا مشكلة فيش عندي ميل في ميل لو عندي ميل في عندي داتا على الماتلاب دكتور اذا بدك لا في داتا على الماتلاب ماني بعرف انا كل شغلي على الماتلاب بس انا حبيت اقول لكم كيف بعمل فيجواليزيشن بس لاي داتا مثلا هاي نشوف انسيرت نروح على التكست عادية ونقول له هاي ممتاز ونقول له حولي لي اياها لجراف مفروض هون تزبط برضو ما زبطتش ليش؟ لأنه رسمها as graph شوف هاي insert برضو رسمها as graph لو ربطها مع point of data والداتا عندي كبيرة طلعوا قديش كبيرة جدا يعني ربطها مع كل variable عندي في الداتا الموجودة عندي مش مشكلة بس أنا حبيت أوضح لكم إنه كيف أنا بقدر أعمل فيجواليزيشن للداتا طبعاً أنا بقدر أعلمكم شغلات هون تعمل شغلات كثير مش بس فيجواليزيشن للداتا يعني مثلاً في شغلات أنتوا تعرفوهاش على المتلا على الإكسل على الإكسل اللي هي مثلاً لما تروح أنت على الداتا وتقول له فايل أوبشنز تضيف الشغلة بس أد داتا أناليسز وقل له يا جماعة الخير جو واختار داتا أناليسز العادية التنتين وقل له أوكي طلع ظهرت عندي هون داتا أناليسز طلعوا كيف أنا بستفيد مثلا علمت له العمود هذا قلت له أعطيني داتا أناليسز له بدي توصف لي إياه وصفا
يعني كل المعلومات اللي بيلزمن للطالب قبل من دون ما يروح يحسب على الآلة الحاسبة، كله عن طريق الإكسل طبعا. فبقول له بدي descriptive statistics، وقول له هاي العمود ها، وقول له label، وقول له طلع لي الأوتبوت هون هون. لا عفوا هيك غلطنا، نرجع هون نلغي هاي ونقول له بدي للعمود ها تبع الايج، واجي هون اقول له طلع لي الجواب هون، واقول له summary، واقول له اوكي. طلع شو اعطاني؟ بس بمجرد بس كبسه واحد اعطاني بالنسبه للعمود هذا اللي علمته اللي هو عمود الايج، قال لي المين للارقام الموجوده معدل الاعمار اللي عندي 47.9 معدل اعمار الناس، الايرور ما بين الاعمار نص، الميديان 49 الوسيط، المود اكثر واكثر عمر متكرر عنده مرض 54. طلعوا كيف الفائده، طلعوا كيف الفائده بتستفيد انت. وهذول البقيات لين ستاندرد ديفيشن والرينج والمينيمم والماكسيمم، اعلى عمر واقل عمر ومجموع الاعمار كلهم وقديش عدد الناس الموجودين في الداتا سيت 209. ففي شغلات يا جماعه احنا لازم نتعلمها. طبعا شوي شوي انا قررت اصير اعطي الطلاب معلومات عن موضوع الديسكريبتيف اناليسيس لانه نوع من انواع الالجوريثمز. طبعا هذول الالجوريثمز يعني هو كيف بيحسب المين هي الالجوريثم، كيف بيحسب الميديان هي الالجوريثم، لكن هي جاهزه على هاي. فبدي اخلي الطلاب قبل ما يوصلوا ماده الاي اي لانها صارت عندكم اجباري، دخليهم يتعلموا كيف يعملوا ديسكريبتيف اناليسيس لاي داتا، لانه في الاي اي بدنا نستخدم داتا. طبعا راح اعلمكم على الماتلاب في الاي اي، ما بدي استعجل اعطيكم 100,000 معلومه في نفس اليوم، بدنا نتعلم الاي اي، بدنا نتعلم الماتلاب وين؟ في الالجوريثم، في ماده عفوا في ماده الاي اي اللي بدها تكون معكم اجباري لكل طلاب هندسه الحاسوب. طبعا عندي داتا ست كثير اشتغلت عليها انا للطلاب. على كل الاحوال احنا يعني بس عشان نورجيكم الفيجواليزيشن قديش بخفف علي في الداتا، كيف انا بشوف الداتا على شكل فيجواليزيشن، بشوف الداتا على شكل فيجواليزيشن هون افضل دائما. يعطيكم الاكزامبلز اللي لازم اعطيكم اياها وتشوفوها اللي هي التالي، بس ان شاء الله اني القاها بسهوله لانه بحث علمي عن مدينه جنين. عملنا بحث عن مدينه جنين بالنسبة لاستهلاك المي في مدينة جنين. بلا هي موجود. شوفوا يا جماعة ركزوا معي في الفكرة اللي جتني. لاحظت أنا ساكن بجنين، لاحظت إنه هم بيفتحوا المي على كل حارة في جنين يوم في الأسبوع أو يوم في الـ لا هذا الأبستراكت، أنا بدي الرسمات أوديكم الرسمات. قبل لاحظنا انه جنين مقسمه عن طريق مشروع ياباني ل 39 منطقه زي ما انتم شايفين في الصوره، بس زغرها شوي عشان تشوفوها. ل 39 منطقه اللي هي الحي الشرقي، حي الزهره، الجابريات، شارع نابلس، وسط البلد، المهم اسماء مناطق معروفه يعني بالنسبه لكم سكان جنين بيعرفوها مليح، يعني بيعرفوا الاسماء مليح. هي مقسمينها بالطريقه هي، كل منطقه عليها محبس مي. محبس المي هذا بسكره الموظف وبيفتحه، بيفتح يوم على الحاره هاي، يوم على الحاره هاي، يوم على الحاره هاي. بس هذا الحكي فيه ايش؟ ظلم. ليش فيه ظلم؟ لانه مثلا في حاره كبيره تستهلك 10 اضعاف حاره صغيره. فلما رحنا درسنا الاستهلاك التاريخي لكل حاره لكل منطقه، لاحظنا انه عندي مثلا حسب هذا الديسكريبشن كالتالي، انه عندي مثلا الشرقيه وحي الزهره بيستهلكوا اكثر شيء. فقلنا لهم بدنا نعمل لكم انتليجنت الجوريثم، طبعا هي ديسكريبتيف للداتا، نعمل لهم انتليجنت الجوريثم اللي انا افتح على الحاره او على المنطقه حسب استهلاكها. يعني مش شرط افتح على الحاره يوم وهذيك نص يوم. فلما عملنا الالجوريثم وطبقناها اللي هي الجوريثم اي اي، طلع معنا هاي النتيجه. راح تنبسطوا عليها النتيجه، اورجيكم بس على الجراف افضل. طلع معنا يا جماعه انه حي الزهره مثلا، اكبر الخط بلكي يظهر معنا اسم المنطقه بالضبط. طيب حي الزهره والحي الشرقي لازم افتح عليهم في الشهر 15 يوم عشان اقدر اغطي احتياجات الميه. في المقابل الحي هذا اللي اسمه يونيفرسيتي ستريت، شارع الجامعه، نص يوم. الحي اللي اسمه هذا اللي هو مثلا اولد تاون، البلد القديمه، يومين. مثلا حي جبل ابو ظهير 8 أيام. حي مثلا في الشهر، طبعا بحكي لكم يعني عشان البلدية توزع المي صح لازم تعمل بالطريقة هاي. بس لاحظوا شو عملنا احنا، عملنا كلاستر. شو كلاستر؟ يعني هذول اللي لونهم أصفر
هذول بياخذوا نفس القيمه من الايام، لونهم احمر بياخذوا نفس القيمه من الايام، لونهم اخضر بياخذوا 14 يوم، لونهم ازرق بياخذوا يومين، لونهم هذا بياخذوا 5 ايام. طبعا هذا كله عملناه على الديسكريبتيف اناليسيس باستخدام الجوريثم. طبعا ما ظنيش انهم طبقوها، بس هذا الصح. يعني مش معقول برضو حارة عدد سكانها واستهلاكها للمي تاريخيا. طبعا احنا حسبنا استهلاك المي بناء على ايش؟ على الايام اللي كان فيها المي واصل للكل. طبعا ما حسبنا تنكات المي اللي بيجيبوها الناس احسابهم، لو حسبناها بجوز يطلع برضو الاناليسيس غير. فهمتوا شو الالجوريثم هاي؟ طبعا الالجوريثم هاي بالمناسبه الالجوريثم كثير مشهوره اسمها الكلاسترنج الالجوريثم. ببساطه شو بتسوي هاي الالجوريثم؟ ببساطه هي اي اي الالجوريثم، نعطيكم اياها دائما في ماده الاي اي، بشرح لكم اياها بالتفصيل ومطبق عليها اكزامبلز. هاي الالجوريثم ببساطه يا جماعه شو بتعمل؟ بتروح بتحط كل الداتا تبعت المناطق هذول 39 مع بعض، وبتبدا تشوف انه اكثر المناطق قريبه من بعض في الاستهلاك، وبعدين بتقارن المناطق مع بعضهم كلهم عشان تطلع توزيع فير عادل لكل منطقه. يعني هي جمعت منطقه حي الزهره والشرقيه مع بعض، جمعت منطقه شارع الجامعه والبلد القديم مع بعض، فبطلع عندي في الالجوريثم فير ديستريبيوشن للووتر. طبعا هذا كمان بينفع لايش؟ اذا كان في مشكله في الكهرباء بينفع للكهرباء. مش معقول برضو انا اذا كان عندي مشكله في الكهرباء اصير اقطع عن كل حاره ساعتين. ليش؟ لانه في حارات كبيره، يعني بصير مش عدل. يعني اذا بدك توزع عدل بدك تعتمد على عدد السكان. فهمتوا الالجوريثم ولا اعيد؟ واضحه؟ واضحه، يعني واضحه كاكزامبل انا جبته مش اكثر يعني. طيب هاي من الديسكريبتيف اللي كنت حابب اني اعرضها عليكم وتستفيدوا من الافكار الموجوده. اوكي، هاي تشابتر 2 خلص، بدنا نروح على تشابتر 3 اللي هو البروت فورس، وفي اخره في عندي الاكسوستيف سيرش، وبنجيب برضه شوي من تشابتر 7 ندمجها. ليش؟ واحد بيقول دكتور ليش بدك تجيب لنا من تشابتر 7؟ يا جماعه في تشابتر 3 بنشرح شيء اسمه السترينج ماتشنج، لو كيف انا بعمل ماتشنج زي ما تروح تبحث على الوورد عن كلمة في ملف الوورد. يعني انت لما تروح على الوورد وتقول مثلا هون مثلا ملف وورد، نفتح ملف وورد مثلا هذا، وبتقول مثلا هون بدي ابحث عن كلمة، شو بتقول؟ جنين. تقول له find جنين، ماشي، بعطيك كل البوينتس. ماشي، هاي كيبن واحدة عندي طلع 17 مرة جنين موجودة في هذا التكست. ماشي، لما هو بده يشرح البروت فورس، هسه البروت فورس طريقه قديمه بس في طرق اقوى منها موجوده في تشابتر 7 اللي هي البايرن مور والكي ام بي. هذول برضه بشرحهم هون عشان نربط الفكره مع بعضها، مش مشكله. المهم بشرحهم هون وبشرح لكم كل شيء بالتفصيل عنهم ان شاء الله. طيب بدنا يا جماعه بس ناخذ بريك لمده 5 دقائق، اتفقنا؟ اوكي تمام دكتور.
طيب يعطيكم العافية، خلينا نكمل نروح على البروت فورس ألغوريثمز. بعدها بناخذ الاكسوستيف سيرك زي ما حكينا. البروت فورس معناته هي ألغوريثم simplest of design strategy. هي straightforward approach usually based on problem statement and definition. تعتمد على definition للproblem، يعني just do it، solve the problem، just do it. هذا اللي احنا بنسعى له. طيب شو الاكزامبلز على الالغوريثم؟ computing the exponential لما يكون ال n هي non negative number. هاي مثال على، طبعا رايحين نمر معنا هذا المثال خلال هذا الشابتر. مثال على الاكسوستيف سيرش الالغوريثم، عفوا على البروت فورس. في عندي مثلا find the maximum number، find the minimum number، find the unique element، computing factorial، multiplying two matrices، جمع الماتريسيز، sorting problem، selection sort، bubble sort، insertion sort، sequential search، string matching بكل انواعه. كل هذول بيجوا ضمن البروت فورس الجوريثمز. طيب نبدا زي ما حكينا المحاضره الماضيه، برضو وعدكم ان اعمل لكم شرح ثاني لهي الشباتر. فنبدا في selection sort، وحكيت لكم سالتكم سؤال المحاضره الماضيه، قلت لكم كيف بدي اميز ما بين، وكيف بدي اعمل difference ما بين الانسيرشن والسيلكشن والبابل. طبعا بعدها جاي البابل. لاحظنا انه الانسيرشن بصير فيه a lot of movements. مين بقول لي ليش؟ انا حكيت امبارح مين ليش بصير في الانسيرشن حركات كتير، يعني a lot of movements. ليش؟ عشان تجاوبني ليش لازم تكون بتعرف كيف بيشتغل الانسيرشن. كيف بيشتغل الانسيرشن سورت؟ سيكوينشال. ما انا عارف، بس كيف بيشتغل؟ يعني كيف الستبس تبعته؟ لو قلت لك اكتب الستبس، كيف الستبس؟ find the minimum element، صح؟ compare it with the first element، swap if it's less than. يعني اذا اجى عندي، كان عندي array هنا رقم 2 وهنا 10، هذا بحكي عن insertion مش عن selection هالسنة، وهنا 50 وهنا 1، واخذت المينيمم واحد وبدلته الاثنين، وين بروح؟ مشكلته وين بروح الاثنين؟ بروح محل الواحد. بعديها برجع باخذ ايش؟ العشر الثاني، الاندكس الثاني، بعدين يعني برجع قارن. يعني لو الاقي طريقه انه الواحد، يعني الاثنين طلع وين قفزت، الاقي انه طريقه انه الاثنين تيجي هون بكون افضل. بس طبعا انا بعرفش انه الاثنين هي رقم اللي بتيجي بعده، فباخذ حركات كثير. هاي من هين جاي كلمه انه باخذ الوت اوف موفمنت. طبعا السيلكشن سورت افويد ذس باي inserting an item at the beginning or the final place immediately. طبعا كيف ببدا الستبس تبعته؟ ستيب واحد، start to scan array element، نفس الشيء find the minimum element، exchange it with the first element، then scan the list from the second element. هاي هي النقطه، scan the from the، معناته كل مره اول element بحطه بعرف انه خلص هذا المينيمم فيش مجال. بعديها بروح الثاني المينيمم اللي بعده، وهل مجر لحد ما اصل لاخره. ليش قلنا اخر اليمنت 2 ماينس 1؟ لانه بكون باي ديفولت ماله، باي ديفولت ماله اوردرد، مرتب. اوكي، طبعا الكود تبعه برضه حكينا عنه امبارح، قلنا انه السيلكشن سورت عندي اري انبوت، اري الاري هذا من 1 ل n، وعندي انا الاوتبوت اري فور اي ايكوال 0 تو ان ماينس 2 دو مينيمم اي فور جي ايكوال اي زائد 1، عشان ببدا من صفر لان ماينس 1، اذا كانت اقل منها حطها محلها، اذا لا تعملش ولا شيء. طبعا التايم تبعه هذا بده يكون تي للان ايكوال السميشن من اي ايكوال 0 لان ماينس 2 اللي هو اللوب الاول، ضرب السميشن من جي ايكوال اي زائد 1 من هون من الثاني لان ماينس 1، كل مره برتب وان اليمنت ويساوي ابروكسيميتلي في النهايه ان، ويساوي ابروكسيميتلي في النهايه ان. هذا هو اللي هو السيلكشن سورت. وهي الاكزامبل عندي التريسنج للسيلكشن سورت، كيف بيشتغل، كيف بعمل شيفت للإليمنت، بحط المينيمم الثاني، المينيمم الثالث، المينيمم الرابع، هيك بضمن انه الإليمنت اللي برتبه في محله برجعش اقارنه كمان مره. يعني انا لما جبت الاثنين او الواحد او حطيته في الكوركت بليس، خلص ما
معناته فيش عندي اي مشكله. وهذا مثال واضح هيو عندي، بمجرد ما جبت الاثنين وحطيته هون خلاص الاثنين طلع من الحسبه. الانسيشن سورت كانت ترجع تقارن مع الكل ليش لين بضمنش انه هذا المينيمم واهل المجر. هي الثلاث، هي الاربع، هي الخمسه، فبطلع التايم تبعه ان سكوير. تفضلي. هلا بهاي الصوره المكتوب عليها سيلكشن سورت، الارقام الاساسيه اللي هم اول شيء 0 1 2 3 4 5 هذول الاندكس. اوكي. طب الارقام الاساسيه اللي تحتيهم. طبعا بالضبط، ما هو دائما اي شيء بدي اشتغل عليه في السورتنج او في الكود بتعرفوها هي من داتا ستراكشر، لازم ارقمهم، لازم يكون عندي اندكس وعندي فاليو. يعني لما اقول اي بحكي عن اندكس، لما اقول اي للاي بحكي عن فاليو، صح؟ وهي كمان كود على سي، كيف عملوا على سي بلس بلس. هذا عفوا التايم تبعه اكس تربيع او ان تربيع، متاسف. طيب وروحنا بعديها يا جماعه مع بعض على الالجوريثم اسمها بابل سورت. كانت الالجوريثم بابل سورت تشتغل بطريقه برضو بطريقه اسهل كتير، اللي هي شو بتسوي؟ بتقارن ايش ذا بيسك ايديا، اللي هي بقارن اثنين نايبر، بيجي على اثنين نايبر. هاي نشوف هون، اورجيكم في السلايد اللي بعده بعدين نرجع لهذا. اسف، السلايد اللي بعده شو بيسوي؟ بقارن اثنين نايبر. شو يعني اثنين نايبر؟ هاي اول ايتريش، يلا نشوف نمشي في تريسينج. طبعا خمسة وثلاث شو بيسوي؟ يبدل بالخمسة وثلاث. طب إذا كانوا بلزمش تبديل ببدل؟ بضل مثل ما هو. بس. لا هاي بدلهم. بعديها بعد ما بدل خمسة وثلاث بعديها بدل إيش؟ الواحد والثلاث، الخمسة والواحد. برافو عليكي. بعديها بدل إيش؟ خمسة والواحد. ماشي؟ ضل مثل ما هم من الخمسة والتسعة. بالضبط. بعديها الخمسة والتسعة ظلوا زي ما هم. ثمانية والتسعة بدلهم، شايفينهم؟ أيوة. بعديها اثنين والتسعة بدلهم، مش تسعة والأربعة بدلهم، التسعة والسبعة بدلهم. أيوة خلص عندي هذا، أجا أوردرد آخر واحد. ممتاز، أجا أوردرد آخر واحد على الايتريشن الثانية. لما عيد الكرة كام مرة باجي بقارن، بعيدها كام مرة، برجع بقارن بعيدها كام مرة، بطلعوا كيف؟ طلعوا كيف؟ بكل من هون راح عندي إليمنت، بعديها راح إليمنت، بعديها راح تو إليمنت، أيوة بعديها ثري إليمنت، بعديها لحد ما وصل آخر شيء. فهذا بدل على انه اللوب الداخلي بتناقص، مش زي الانسيرشن كل مره بعيد. طبعا هذا البسودو كود تبعه او الفلو شارت، ستارت ان ماينس 1 سورتد، اذا كان سورتد ترو ان ماينس 1 ناقص واي على طول باخذ الجواب، اذا كان مش سورتد ببدا بشايف البروسيس اللي عندي. نرجع للبابل سورت. البابل سورت كنا بقارن تو نايبرز اوبجكت، اوكي، وبعمل لهم ordered اذا كانوا في الرونج ايش، في الرونج بليس، بعملهم ordered اذا كانوا في الرونج بليس. compare first two elements زي ما شفنا، if out of order exchange، اذا على الاوردر ما تعملش ولا ايش. move down on the element، compare the second and the third، compare the third and the fourth، and تتخلص exchange if necessary، continue until end of the array، pass through array again، وهلما جرى زي ما شفنا في السلايد اللي بعده، again and again and again لحد ما يقص عندك وتوصل لعند آخر element لو بطلع عندك array sorted. يعني لو جيت سألتك سؤال قلت لك في الامتحان البابل سورت تتخلص من أكبر واحد أول شيء ولا من أصغر واحد؟ من أصغر واحد. غلط. تتخلص أول شيء من أنا لما جيت هون رتبت صحيح حطيت من أصغر واحد في البداية، بس انا اللي تريحت منه لو الا جه في الاخر لو التسعة، هذا اللي طلعته من حسبتي، بعديها الثمانية، بعديها السبعة. يعني اخر ايتريشن كانت مقارنة بين الواحد واثنين والثلاث بس، واصلا كان مرتبات باي ديفولت، اوكي. صح. هاي هي ميزة البابل سورت، ميزة بسيطة جدا. طيب مين بقول لي متى بصير عنده البيست كيس او او للان؟ يلا شوف متى بكون البابل سورت بيطلع اول الان، يعني اللوب الداخلي ما بيشتغلش. طلع لما تسمع اي الجوريثم لوب جوات لوب وبتاخذ ان تربيع ويقول لك البيست كيس ان، معناته قصده اللوب الداخلي بيشتغلش، اللوب الانر لوب اللي بياخذ تايم كثير. متى بصير هذا الحكي؟ لما تكون مرتبه. صح صح.
طيب ممتاز. As we can see, the algorithm consists of two loops. The index j is the inner loop. طبعا الانر لوب هو اللي باخذ تايم اكثر، دائما ركزوا فيها هاي. ها نعلمها. It travels up of the array comparing adjacent integers of the array مع j مع j زائد واحد، هو اللي بيعمل الكومبير لكل elements مع اللي بعده. While the outer loop causes the inner loop to make repeat. يعني الانر لوب. طيب لو جيت انا رحت على هون وقلت لكم انو الاوتر وانو الانر، شو بتقولوا لي؟ انو لوب الاوتر وانو الانر في التريسنج هذا؟ انو لوب الداخلي وانو لوب الخارجي؟ لا يا جماعه جاي داخلي والاي خارجي 100%. هذا الاي الخارجي هي قاعد بزيد واحد كل مره، والجي بيشتغل كثير، مو واضح؟ مو جي هو اللي بيشتغل كثير. بس لاحظوا في اخر مره طلعوا جي، اول مره قديش اشتغلت جي؟ اول مره 6، المره الثانيه 5 لانه تخلص من عنصر، المره اللي بعديها 4 تخلص من عنصر، اللي بعديها 3 خلص من عنصر، بعديها 2 وهلم جرى. هذا هو الهدف من البابل سورت. طيب صار واضح هسه للطلاب تبعيني شو الفرق ما بين الثلاثه الجوريثمز اللي هم الانسيرشن تبع تشابتر 2 والبابل والسيلكشن تبع تشابتر 3 والبابل تبع تشابتر 3. صار واضح ما بينهم. لو جيت قلت لك يا طالبي بدي اياك تمثل لي الثلاثه الجوريثم بالشكل هذا وقلت لك اي تساوي 5 واي الثاني تساوي 5، هذا بكون واحد في الانسيرشن. يلا نقلوا الانسيرشن، شو بكون؟ واحد هون خمسة في الانسيرشن، الثاني برضو بده خمسة، والثالث بده خمسة، والرابع بده خمسة، والخامس بده خمسة. طب السيلكشن خمسة أربعة ثلاثة اثنين. دكتور عكستها، الانسيرشن انسيرشن بكل بس السيلكشن نفس العدد كل مره. الانسيرشن بقل ليش؟ الانسيرشن نفسه ما بقل. الانسيرشن بقل ليش؟ خلينا نشوف، خلينا نسمع. انه اول شيء بنبلش من اول اليمنت، بعدين بنقارنه بكل اللي بعده، بعدين من ثاني اليمنت لحد ما نوصل لاخر للي قبل الاخير اللي هو هيو. هذا السيلكشن تحكي عنه انت، شايفه؟ كم مرة عيد لي بالله كم مرة؟ دكتور الانسيرشن، الانسيرشن بنبلش اول اليمنت بنقارنه بكل اللي بعده. صحيح. اما السيلكشن كل مرة نفس العدد. صحيح. صحيح، احنا في الانسيرشن بناخذ اول اليمنت وبنقارنه وبنحطه محل المينيمم. وفي السيلكشن بنقارن مع كل عدد اللي بعده، صحيح 100%. صحيح. طيب. على هذا الاساس خلينا ننتقل لبعد السورتنج. كم الجوريثم اوف سورتنج صرنا ماخذين لحد الان؟ ثلاث. ثلاث، قديش تايم تبعهم كلهم؟ انتربيع الورست كيس. كلهم الورست كيس انتربيع للثلاث، صح؟ شو الفرق بينهم؟ في الميثودولوجي للعمل، وهي واضح كيف شرحنا الميثودولوجي للعمل، ماشي؟ بس اذا انت سئلت علميا قال لك شو الورست كيس للثري الجوريثم انسيرشن سيلكشن بابل بتقول له انتربيع. بفرق في البست كيس لما يكون الاري في البست كيس. طبعا هاي جينا نروح نبعض مع بعض نحن وياكم على السيكوينشال سيرش الجوريثم اللي برضه نوع من انواع الالجوريثم اللي بتلزمنا كل يوم. سيكوينشال سيرش شو يعني؟ سيكوينشال سيرش يعني انا عندي ليست او اري وبعطيك كي، انت موجود عندي في القاعه بقول لك محمد روح دور لي على محمود خليل، تطلع من باب القاعه. اذا محمود خليل لقاك باب القاعه بست كيس، اول واحد شفته. إذا لفيت كل الجامعة وما لقيتوش ورست كيس، وإذا لقيته آخر واحد في الجامعة ورست كيس، إذا لقيته في النص معناته أفريج كيس. معناته السيكوينشال سيرش كثير تستخدم في حياتنا اللي هي عملية السيرش. لما تمسك أنت المفاتيح عندك ميدالية فيها 10 مفاتيح بدك تفتح باب وتقعد تجرب، إذا ظبط معك من أول مرة بست كيس، إذا جربت كل المفاتيح وآخر مفتاح هو اللي ظبط فتح الباب ورست كيس، إذا ضبط واحد في النص افريج كيس. برضه هاي عملية سيرش لأنك بتدور على كي. فالكي وعملية السيرش في الـ في الـ في الـ في الالجوريثمز مهمة جدا لأنها بتستخدم معنا يوميا اللي هي بنسميها احنا ايش؟ السيكونشال سيرش. سيكونشال سيرش. طيب. begin at
one end of the list. طبعا اذا بديت ابحث من بدايه الليست او من اخر الليست نفس الشيء. في فرق اذا ببحث من اول الليست او من اخرها؟ في فرق؟ قولوا لي. يعني اعطيتك ليست اوف اليمنت وقلت لك هي الكي ودور لي على الكي هذا موجود، بديت من الاول ولا بديت من الاخر؟ في فرق في التايم؟ لا لا، يعني هناك اذا لقيته الاول بيست، هناك اذا لقيته الاخر بيست، معناته هذه كورست وهذه كورست. ماشي. طيب انا بدي اسالكم سؤال هسه قبل ما ابدا. اذا قلت لك فايند اول كيز في بيست كيس؟ كلها موجود؟ لا كم مره بعيد. اذا قلت لك فايند وان كي اول كي بلاقيك وقف الالجوريثم في بيست كيس. ليش؟ لانه احتمال يكون اول واحد. طب اذا كان نص السؤال فايند اول كيز، شو بده يكون بيست كيس؟ ما هم كلهم يعني ما في بيست كيس. اذا قال لك فايند اول كيز معناته بدي اضطر اصل لاخر اليمنت عشان افحص، صح؟ عشان نفحص انه هو الاخير. لا خليكم معي، خلينا ابدا لكم خطوه خطوه، شو مشكله هسه. هي بدي اشرح لكم عليها ست تايب ديفرنت ايديز على هي سيكوينشال سيرش. خلينا بس اشرح سيكوينشال سيرش بعدين نروح عليها. يعني اذا كان موجود خمس مرات نوجد الخمس بوزيشن تبعاتها. مش لا خليني استعجلوا، هسه بجيكم عليها، هسه بجيكم قبل ما اخلص المحاضره وكشرح لكم اياهم. طيب begin at the end of the list of the read عشان ادور على كي، معناته في الانبوت للالجوريثم شو بده يكون عندي؟ لازم يكون عندي ليث موجود شغلتين، الاري بدي ابحث فيه او الليست، وايش كمان؟ الكي. يعني بدون ما يكون معطيني الكي، يعني ايش بدي ابحث؟ ولا شيء، ما فيش عندي شيء ابحث عنه، لازم يكون معطيني الكي. فالكي must be exist in the input والاري لازم يكون موجود عندي. طيب the number of comparison of key done sequential search list length n، يعني بيعتمد على length n. طبعا اذا unsuccessful search، يعني اذا unsuccessful شو بده يكون؟ worst case ولا شو؟ worst case. طبعا unsuccessful يعني وصل للاخر وما لقيش. unsuccessful اللي بتاخذ n. طيب best case شو بتاخذ؟ constant. successful search worst case برضو n. طيب average case average. بس غلط ان اقول average هو n زائد 1 على 2، صح؟ لازم اقول n زائد 1 على 2 ضرب ايش عشان يزبط؟ ضرب ايش؟ ضرب قلت لكم اياها الكلمه، شو هي؟ probability. بالضبط probability. حط سبيس بين p وال p. اوكي. طيب هسه يا جماعه لو جيت اخذت الكود تبع هاي الالجوريثم البسيطه سيكونشال سيرش، سيكونشال سيرش بيدخل عليها اري، بيدخل عليها الكي اللي بدور عليه، ماشي؟ الى الان تساوي كي اي تساوي 0 وايل الى الاي not equal key، يعني ما وصلتش الاخر وصلت، يعني ضليت ادور زي الاف ستيتمنت، زيد اي تساوي 1. يعني هذا الالجوريثم واضحه انه بتشتغل، سكر الكود واضح انه بتشتغل على الورست كيس على الان، انسكسسفول ان، سكسسفول او وور بيست كيس 1 وافريج كيس ما بين ال1 وما بين الان. طيب انا بدي اسالكم عده اسئله وانتم تجاوبون عليهم. اذا كان الاري الجيفن سورتد، او بلاش لا قبل ما اروح على السورتنج، اذا كان نص السؤال فايند اول كيز شو البيست كيس؟ يعني فايند اول اليمنت ماتش وذ كي، يعني كله ما فيش بيست كيس 100%. برافو، معناته فايند وان كي هي اللي قدامكم، فايند اول كيز فيش بيست كيس. طيب اروح على اقتراح رقم 3، اذا كان الاري سورتد وفايند وان كي، اول 1 كي هو البيست كيس. اذا كان الاول بيست كيس، طيب ماشي، بس ما هو انا بدك تحل لي اياها، ما هو بدي كل الاول، شو تقول الاول؟ طبعا هاي اذا كان سورتد بدنا نحلها على شيء اسمه، لازم تكون سمعتوا فيه، اسمه الباينري سيرش، سمعتوا فيه؟ طبعا هاي جاي في الشابتر الجاي بدناش نحكي عنها. طيب اذا كان سورتد وفايند اول كيز برضه بشرح لكم اياها في في في, في الجايه، معناته عندي انا فايند 1 كي فايند اول كيز
sorted one key بشرحها في chapter الجاي و all keys sorted. ماشي؟ هذول هم اللي عندي في الالجوريثم هاي. طيب sequential search بعد sequential. طبعا شو بطلع التايم هون؟ صحيح شو بطلع التايم للsequential search؟ هيو عندكم summation and best case constant best case و average case probability لي اندر بروبابيليتي. هاي sequential search. طيب لو بدي اروح انا وياكم بس عشان يعني اثبت الفكره من ضمن السيرش هون، اروح انا وياكم اقول لكم انه let the array او the list is given sorted find the key. شو بدك تعمل هسا اذا بديت من البدايه الكي وقارنته مع الاول؟ في عندك بيست وفي عندك ورست وفي عندك افريج، صح ولا لا؟ لكن اذا جيت انت رحت قارنت الكي، ركزوا معي شو بدي اقول، قارنت الكي مع ان على 2 نص الاليمنت، مين بقول لي شو بصير اذا قارنته مع نص الاليمنت ان على 2؟ ممكن ما يكون في بيست كيس، ممكن يكون في لا بشوف بما انه سورتد بشوف اذا النص اللي قارنته اكبر منها ولا اصغر. بما انها سورتد معناته اذا قارنته مع هذا، لو فرضت انه هذا الكي هون هون، معناته انا اذا الكي اصغر بس ببحث وين في منطقه النص التحتاني. برافو. واذا اكبر وين ببحث؟ بالجزء الثاني. برافو. معناته انا تخلصت من نص تخلصت من الداتا مره واحده، من نص الداتا مره واحده، بعدين باجي على النص هذا بقارنه مع نصه وهي مرتبه. اذا اصغر اللي تحت بالضبط، واذا اكبر مع النص هذا. يعني كيف بصير عندي؟ ها بدي اعملهم خطوه خطوه. فرضنا انه اصغر، لو فرضنا انه اصغر ها هاي صار عندي 2، باجي بقارنه مع الكي هون اللي في النص هون. ماشي؟ اذا اكبر ببحث هون واذا اصغر، لو فرضنا انه اكبر هاي بدي اعمل كمان تيبل. برضه تخلصت من نص الداتا الجديدة، وبرضه لو فرضنا انه هون برضه تخلصت من نص الداتا الجديدة. طيب مين بقدر يقول لي شو التايم اللي انا بشتغل عليه قاعد في هاي الطريقة؟ لوج لوج لوج. بس شو المعادلة؟ معادلة التايم تشوف ان على 2. برافو. تي للان على 2 زائد ايش؟ زائد كونستنت. زائد كونستنت اللي هو البخل كله. طب هاي لما نشتقها المحاضره الماضيه اشتقناها شو طلعت تساوي ايش؟ لوج الان. لوج الان. شفتوا كيف لما يكون الاري مرتب كيف بقل التايم؟ طبعا هاي جينا بالتفصيل في التشابتر الجاي ان شاء الله رب العالمين. المحاضره الجاي ان شاء الله رب العالمين بدنا نبدا مع بعض في السترينج ماتشنج، وبدها شويه تركيز للسترينج ماتشنج لانه بدنا نشرح السترينج ماتشنج اللي هو البروت فورس اي هالعاديه تبع شابتر 3، وبدنا نروح نشرح السترينج ماتشنج البايرن مور البروت فورس، نروح نشرح بعديها البايرن مور ونقول لكم شو الفرق بينهم، نشرح الكود تبعها ونشرح الكي ام بي. الكي ام بي برضه مشهوره، ونشوف شو الفرق بينهم عشان انت تعرف اني افضل وحده للسترينج ماتشنج موجوده حاليا، اني افضل الجوريثم. بعد ما نخلص السترينج ماتشنج بنروح مع بعض نشرح البولينوميال فانكشن اللي هي اي قوه ان لي من احد الاكزامبلز، ونشوف كيف بدنا نطور التايم تبعها. وبعديها بنشرح اللي هي كلوزست باير، اني اقرب نقطتين يكونوا لبعض، يعني انا بدي اوجد اقرب نقطتين، وفي الجوريثم شبيهه فيها في الاي اي اسمها نيرست نايبر، اقرب جار. وبعدين بنروح مع بعض على مين؟ على الاكسوستيف سيرش الجوريثم، نشرح فيها الشورتست باث
الترافلينج سيلسمان بروبلم، النابساك الجوريثم، وبنشرح فيها كمان ان شاء الله الاساينمنت الجوريثم. هيك بنكون خلصنا الشابتر هذا خلال الاسبوع هذا. نعمل يوم الاربعاء مراجعه للثلاثه شابتر، وبنحط لكم الامتحان يوم الاربعاء في الثلاثه شابتر الاولانيه. اتفقنا؟ تمام دكتور. وبرضو بنعمل لكم مراجعه، واي سؤال بتكون طبعا مراجعين الماده، واي سؤال بنجاوبكم عليه ان شاء الله رب العالمين. اي استفسار على ماده اليوم اللي شرحتها؟ اي سؤال يا جماعه ماده اليوم؟ طيب يعطيكم العافيه، نشوفكم بكره في نفس الموعد ان شاء الله. يعطيك العافيه دكتور. يعطيك العافيه.